اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده ختاميه لسنه 2022 من برنامجكم الاهلي خط احمر. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه والاهلي في تقدم دايما، ودايما الاهلي على القمه. اهلا بك يا فارس، كل سنه وانت طيب. اهلا بك يا اسامه، كل سنه وانت طيب، وكل مشاهدي الاهلي خط احمر وقناه النادي الاهلي بخير. سنه جديده نتمنى تكون ان شاء الله سنه سعيده عليكم وعلى النادي الاهلي وعلى مصرنا الحبيبه. ان شاء الله عندنا رسائل كتير جدا عن السنه اللي فاتت واللي منتظرينه في السنه الجايه. ان شاء الله يا رب تكون سنه سعيده على مصر وكل الوطن العربي يا رب العالمين، وعلى الشعب المصري يا رب العالمين، والاخوه الاقباط كل سنه وحضراتكم طيبين. ويا رب سنه 2023 تكون سنه انتصارات للنادي الاهلي. وهنا لازم يكون لنا وقفة بعد 2 تعادل متتالي. الناس ممكن تفكر هل احنا في وضع كارثي؟ لا، لسه مش في وضع كارثي، ومش عاوزين نوصل للوضع الكارثي، لان انت عدد النقاط اللي انت خسرتها هي نفس عدد النقاط اللي المنافس خسرها، وبالتالي انت ما زلت في الصدارة، فارق الاهداف فقط لغير. لكن امتى يكون الوضع كارثي؟ لو ما خدناش بالنا ان ده الموسم الثالث اللي لا يقبل القسمة على 2. الموسم ده اللي لازم إن شاء الله يكون في نهايته النادي الأهلي بطل لمسابقة الدوري، وبإذن الله بطل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، لأن النادي الأهلي هو زعيم قارة أفريقيا حتى لو نسى البعض. وهنا الكارثة في إيه؟ في حواري مع أحد اللاعبين المنتمين لنادي آخر غير أندية القمة، بقى يتحدث عن مباراة النادي الأهلي إن هم قادرين إن هم يفوزوا على النادي الأهلي. هي دي الكارثة الحقيقية، فقدان هيبة، تصدير رعب بيختفي مع الأندية المنافسة في الدوري، فأصبحت للأسف مطمع من كل أندية الدوري. والرسالة دي رسالة موجهة للاعبي النادي الأهلي. أنا ما زلت واثق فيكم وبتعامل معاكم على انكم ابطال القاره، ابطال السوبر الافريقي اللي محققين 2 برونزيه كاس العالم على التوالي، بس ده انا وده اعلام النادي الاهلي اللي هو طبيعي يكون سبورت ليكم، اللي هو طبيعي يكون واثق فيكم، ولكن لازم اقول لكم بعض النقاط اللي ممكن ما تكونوش واخدين بالكم منها، واهمها ان جماهير او منافسين الأهلي في الدوري أصبحوا شايفين أن لعيبة النادي الأهلي في المتناول تماما أننا نحقق الفوز عليهم، ودي ترجع لكم أنتوا. لازم أنتوا توصلوا رسالة مهمة جدا، أن ما ينفعش لاعب في نادي ومنافس مهما كان حجمه أو اسمه، مع كامل احترامنا لكل الأندية، يشوفكم مطمع، لأن التيشيرت اللي لابسه حضراتكم تيشيرت لبسه ناشئين وشباب وقدروا يحققوا الفوز على أبطال في الوقت ده، وكان بيتقال فريق العتاولة، وقدرنا نفوز. ليه؟ لأن ده قدر النادي الأهلي وقدر من يمثلوا النادي الأهلي، إن هم دايما وهم لابسين تيشيرت النادي الأهلي يكونوا مرعبين للمنافس أيا كان مين هو المنافس، وأيا كان مين هو اللي لابس تيشيرت النادي الأهلي. اتكلمت قبل كده بعد تعادل وقلت، وبعد تعادل فيوتشر وقلنا ميدو كان بيعالج لعيبة نادي الزمالك وهو مدير فني نفسيا عشان يواجهوا النادي الأهلي، دي راحت. ميدو بقى بيقول الدوري قبلها ب7 شهور في الزمالك، فده دور لازم تاخدوا بالكم منه. زي بالظبط الدور التاني اللي لازم تاخدوا بالكم منه، وأنا هنا مش هقول تعالوا نحل الأزمات إزاي، أنا عندي مشكلة جماهيرية وفي غضب جماهيري والجماهير من حقها تغضب، وقلت قبل كده جماهير النادي الأهلي كافة المستويات وكافة التعليم والمستوى الاجتماعي والاقتصادي وكل حاجة، ممكن تلاقي فرق مختلفة جدا أو عقليات مختلفة جدا، لأن أنت الشعبية الأولى في مصر والوطن العربي. هل أنا دوري أن أنا أقف عند الجماهير وأقول للجماهير اصلحوا من شأنكم عشان نصلح النادي الأهلي؟ لا، لكن أنا أقدر أوصل رسالة للجماهير، لأن أنا المسؤول، أنا المسؤول كمجلس إدارة، كجهاز فني، كلاعبين، كإعلام، وأقدر أخلي الجماهير اللي زعلانة مني دلوقتي تقدر تكون في ظهري. طب أعمل ده إزاي؟ ما تنسوش جماهيركم اللي في المدرج. لو أنت قلقان وزعلان من جماهير السوشيال ميديا، دورك اقفل السوشيال ميديا لغاية لما ترجع تاني مصدر رعب لكل منافسيك، وشوف جماهيرك اللي في المدرج اللي بمجرد ما تم الإعلان عن تذاكر ماتش بيراميدز 3000 خلصوا. أنت لازم تروح للجماهير دي، حتى لو الجماهير دي غربت عليك، تجيب جول تروح تفرح معاهم، تحتفل معاهم. المشاهد دي محتاجين إن احنا نشوفها عشان بعد كده نقول للجماهير أنتوا إزاي مش واقفين في ظهر لاعبيكم؟
لكن انا هبدا بالجماهير هنوصل كلنا لازمه، فده هيبقى كارثه حقيقيه لو احنا ما خدناش بالنا من النقطه دي. دور جماهير الاهلي معاكم مهم، بس انتوا قدموا خطوه زي ما مجلس الاداره قدم خطوه. وخد بالك لو الجماهير بتغضب عليك او بتنتقدك او حتى بتتعرض ليك الاساءه، واحنا ضد الاساءه، انت عارف كويس قوي ان الكابتن محمود الخطيب تعرض لانتقادات في المباراه الاخيره. والكابتن محمود الخطيب بغض النظر عن انه رئيس النادي، لا ده تاريخه كلاعب كره مع كامل احترامي للفريق بالكامل لم يصل اي حد لربع التاريخ ده ولقيمه كابتن محمود الخطيب كلاعب، ولكن جماهير النادي الاهلي ما عندهاش اي حد فوق النادي الاهلي مهما كان اسمه مهما كان تاريخه. فلازم تحط دي في اعتبارك ولازم تجتهد لاسم النادي الاهلي وتبدا انت مع جماهير النادي الاهلي الخطوه دي، وهتلاقي صدقني الجماهير في صفك حتى تصل للصورة اللي المفترض هي صورة النادي الأهلي وقدر من يمثله النادي الأهلي، وهي إنك تكون مرعب للمنافسين. الإدارة اتحركت على مستوى الجماهير، نقلت المباراة، عملوا لجنة لمساعدة دخول الجماهير. الجماهير في ساعة زمن كانوا خلصوا عدد التذاكر المسموح بيها، وده الدور الأعضاء اللي موجودين ومنهم الدكتور محمد سراج كان بيخاطب الجماهير بيقول لهم أنا عارف إن أنتوا غضبانين، هو ده دور المسؤول. وانت كلاعب لبال لازم تبقى عارف ان الجمهور غضبان حتى لو هو متحامل عليك. جمهور الاهلي يا اخي، جمهور الاهلي يا اخي اللي ياما شالك على الاعناق، اللي هو المفترض الوحيد اللي بيدفع مقابل ان هو يساعد النادي الاهلي بدون سبب، بدون اي حاجه غير انه بيحب النادي الاهلي. عنده اخطاء، بالتاكيد عنده اخطاء وتناولناها كتير، بس مش هنفضل نوجه في الجمهور وسايبين المسؤولين. اتمنى مباراه بيراميدز تكون بدايه حقيقيه لانطلاقه لاعبي النادي الاهلي اللي انا ما زلت وساظل واثق فيهم، واللي انا عارف ان شاء الله ان احنا هنيجي في نهايه الموسم نحتفل بيكم ابطال الدوري، ومش هنسمح لاي حد يقودنا نفسيا او يقلل من عزيمتنا او ينهي الموسم علينا يا فارس في الجوله العاشره. لا، الموسم لسه ممتد، ورغبتنا اللي احنا عايزين نحققها معروفة وواضحة وصريحة ومش محتاجة احيانا يبقى ملتبس عليك الاهداف. انت عندك هدف غير اطراف تانية في المنظومة، اللعيبة عندها هدف، المدرب عنده هدف، ولكن الوضع المرة دي مختلف. احنا كلنا عندنا هدف واحد، هدف واحد هو مش البطولة، لان البطولة دي دايما نتاج. البطولة يا جماعة هي نتيجة مش مقدمات، احنا فكرتنا في المقدمات، اللي بنبحث عليه هي المقدمات. هوية النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي قبل ما اجي اتكلم في أي حاجة اتكلم فيها، هي اتكلم ان الحفاظ على شخصية وهوية النادي الأهلي هو حفاظ على تراث النادي الأهلي في بطولة ومسابقة اسمها بطولة الدوري الأهلي المصري. أيوة أنا لا أبالغ. بص كده حواليك، مين محقق 42 لقب دوري مقارنة بأقرب منافس 13 دوري؟ مين عنده الفرق ده؟ مين عنده كل فرق الدوري مجتمعة تقريبا ما تتجاوز نصف عدد ألقابك، وده رقم فعلي. مين عنده ده؟ مين عنده ده غيرك أنت؟ مفيش. عشان كده وانت بتقيم أي أمر لازم تبص لمعطياته. أول طريق أن انت تعالج المشكلة غلط هو أن انت تقيم المشكلة بدون معطياتها. يعني ايه؟ يعني ما تبصش للأسباب. يعني انت شايف ان رد فعل اعلام النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي عنيف، او رد فعله في قلق مبكر وانت مع نفس نقاط عدد نقاط نادي الزمالك، بس انت هنا ما بصيتش للمعطيات، ما بصيتش ان النادي الاهلي هو اللي لما بدأنا بطولة الدوري العام حققناها 9 مرات، ما بصيتش ان الجيل اللي موجود حاليا اللي كتير منه كان لو هو في 2005 صغير في السن وهو الشباب هو اللي بيحضر في الاستاد دلوقتي وهو اللي بيروح، سيبك من الناس الكبار اللي ممكن تكون اهدأ نسبيا، بص للجيل ده اللي هو الطاقة الرئيسية بتاعتك، اللي هو اغلبه هو المكون الرئيسي لفكرة الحماس والتشجيع بتاعك، اللي هو ظهرك، اللي هو العدد الاكبر من الجمهور المتفاعل حتى من المراحل العمرية. بص ده هتلاقيه في بداية ارتباطه بكرة القدم وهو عنده 15 سنة وهو واعي لفكرة التشجيع، هتلاقيه بيشوف النادي الأهلي من 2005 بيكتسح الأخضر واليابس. طيب هل ده مش معناه إن عندنا فترات كان فيها النادي الأهلي نتائجه أسوأ؟ النادي الأهلي بيفقد بطولة الدوري لأكتر من مرة؟ كان فيه، بس الفكرة مش في كده. الفكرة إن الجيل اللي موجود حاليا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي كان جيل قادر،
كان جيل قادر، كان جيل راح بيكسب الهلال السعودي برباعية، كان جيل بيكسب بالميراس بطل أمريكا الجنوبية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي، كان جيل بيحقق برونزيتين. ده معناه إيه؟ معناه إن أنت عندك، إن أنت قادر، إن أنت تقدر تتفوق. مع احترامي الأندية كتير، لما تيجي تقارنها مع هلال سعودي ولا تيجي تقارنها مع بالميراس ولا تيجي تقارنها مع مونتريه، إحنا بنتكلم إزاي؟ وما كانش نجاح بالصدفة، أنت كنت في الملعب قادر، وكنت في الملعب فارق، وكنت في الملعب موجود. فلما يحصل غير ده، أنت مش جيل، ممكن أقول ده مش جيل بطولات، ده مش جيل ما عندوش القدرة، ده مش جيل معرفش يعني ايه تفوق، لا ده جيل عارف يعني ايه تفوق وجيل عنده. فلما الاقي نتائج غير كده، طبيعي ان الجمهور بخلفيه جمهور شاف الفريق بيفقد الدوري موسمين ورا بعض يبقى بيفترض عدم حسن النيه الى ان يثبت العكس. ومين اللي هيثبت العكس؟ هو احنا، هو احنا كفريق، هو احنا كعمل على مجموعه من النواقص اللي عندنا، نواقص من أول كفريق وكنادي أنت محتاج تدعم فيها، محتاج تبص لتجربة ملهمة. على فكرة سهل جدا تقول القصة منتهية وترمي الفوطة، بس ده مش الأهلي. وسهل جدا تعمل ده لو ما عندكش سابقة نجاح. أنت في 2019 بتقع، بتكون متأخر في الدوري، بتخسر بخماسية من سان داونز في مشهد يكاد يكون الأقصى في تاريخك الإفريقي إن لم يكن هو الأقصى والأشد قسوة. طب عملت ايه؟ كان عندك القدره على النجاح. يبقى انا ما ببصش على نموذج مش موجود، انا ببص على نموذج موجود ونموذج قادر ونموذج عمل ده قبل كده. قدرت تدعم بصفقات في الوقت ده، قدرت تبدا تشوف العيوب عندك فين في اوضه اللبس وتتخلص منها تماما، قدرت تبني لبكره، وعشان كده انت قادر وعملت ده قبل كده. يبقى المطلوب ايه؟ ان يتعمل تاني. مش المطلوب، ودايما بقول ان احنا نحارب طواحين الهوى، والجمهور دوره مهم، بس الجمهور بيديك دايما اشاره. امبارح كتبت بعد فكره نقل المباراه وبعد فكره المجهود اللي حصل من مجلس الاداره فيها، انا عايز اقول لكم كم التعليقات الايجابيه لا يمكن تخيله. هي نفس الناس اللي كانت زعلانه امبارح، هي الناس اللي كانت زعلانه في 2019 وبعد كده كانت اكبر داعم وسند ليك. يبقى القصه ايه؟ القصه في ان انت تدي او تبدي الخطوات اللي تخلي الناس هي مرتاحه ان شايفه ان اللي بيحصل فعلا في تحرك عشان خاطر نبقى احسن. من اول اللاعب في الملعب، من اول ان انت على اول الدوري ما بتفرطش، من اول لما المنافس بتاعك يبقى بيتعثر يبقى معروف تاريخيا ان النادي الاهلي هيكسب المباراه مش هيسيب فرصه. لما اجي انا الاقي كل ده بيبدا ما يبقاش موجود، يبقى لا، هنا لازم جرس انذار ولازم نواجه نفسنا، ونواجه نفسنا مش بطريقه العاجز اللي عايز يهرب من مشاكله، لان احنا مش عاجزين، احنا عندنا القدره وعملنا ده تاريخيا، وعملناه من كام سنه مش من بعيد، ومع المجلس ده مش مع مجلس تاني، ومع كتير من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي مش مع لعيبه تانيه. يبقى الفكره ان انت قادر، بس قادر ان انت تروح للخطوات اللي خلتك قبل كده تعالج المشكله، وده اللي احنا عايزينه. وانا بقول قبل ما نيجي نتكلم في فكرة مشجع، حط نفسك مكان واحد. أنا والله العظيم واحد بيحكي لي سافر من طنطا بعد ما خلص شغله عشان يروح يحضر المباراة في استاد السلام، وخد مشوار كبير جدا عشان يجي يحس بأنه هو غير راضي، عشان يرجع يدخل بيته بالليل، عشان هو يبقى مرتبه مبلغ ضعيف جدا يكون استقطع منه كل ده عشان يديه النادي الأهلي. الراجل ده يا جماعة قبل ما نيجي نقول له غضبك قد يكون مبالغ فيه، لازم نحط نفسنا في ظروفه وفي معطياته ونشوف ساعتها هيبقى رد فعلنا ايه. ده يمكن رد فعلنا يبقى في 10، يمكن رد فعلنا يبقى مبالغ فيه اكتر بكتير جدا. عشان كده جمهورنا هو اللي طول ما احنا بنبدأ نحط نفسنا تاني على التراك هو اكبر سند وظهير ليك. وبص السنين اللي فاتت، وتحدى في جمهور واقف في مواقف صعبة زي ما جمهور النادي الاهلي واقف. عشان كده كلنا الفترة دي جمهور مع أي خطوة وتحرك بيمد إيده وبيقول أنا معاك وفي ظهرك وأكبر سند ليك. أنت كلاعب، إحنا كمنظومة، إحنا كنادي، إحنا كإدارة، إحنا كإعلام، كلنا لازم نشتغل لهدف واحد، إن الموسم ده ينتهي والنادي الأهلي زي ما بقول دايما، النادي الأهلي يهاب ولا يهاب، النادي الأهلي هو اللي يتخاف منه. ده اللي احنا عايزين نرجعه، وده اللي ان شاء الله هيكون عنوان 2023 ان شاء الله. وده كلام طبعا يعني
كل شخص مسؤول، حتى مجلس إدارة النادي الأهلي مسؤول، وبتكلم بالنقطة دي بوضوح شديد جدا، لأن احنا اعتدنا ده، لأن الكابتن محمود الخطيب بعد خسارتنا أمام الترجي في 2018 في نوفمبر كان في صفقات صيفية مش على قدر طموحات النادي الأهلي، طلع هنا الكابتن محمود الخطيب على شاشة قناة النادي الأهلي قدم اعتذار رسمي لجماهير النادي الأهلي وقال أدرنا بعض الملفات بشكل كنا منتظرين يحقق نتائج أفضل من كده، ولكننا بنعتذر وبنوعد بالأفضل فيما هو قادم. كان إيه القادم؟ كان انتقالات يناير الشتوية، أكبر نسبة أو أفضل صفقات تمت في الشتاء في عهد أو في تاريخ النادي الأهلي كانت في الفترة دي 6 أو 7 أو 8 لاعبين، كلفت خزينة النادي ما يقارب 250 مليون جنيه. قدرت حتى لما اهتزيت أمام صن داونز أن أنت في النهاية تكون بطل البطولة، وهو ده الدور اللي لازم كلنا نسعى له. الإدارة عندها خطوات لابد أن تخطوها في فترة الانتقالات الشتوية من أجل دعم الفريق، ده أكيد لما ده يحصل ومع اللاعبين ومع الجهاز الفني هتلاقي وقتها الجماهير هتقول إيه؟ كده كده الدوري في الجزيرة. ما هي ليه اتقالت كده كده الدوري في الجزيرة في موسم 2018-2019؟ يمكن كانوا قليلين جدا اللي مؤمنين بقدرة النادي الأهلي على تحقيق فوز الدوري بعد نهاية الترجي، لكن لما كان في تحرك من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي وتحرك من اللاعبين والتعاقد مع مدير فني أجنبي لصارتي في بداية يناير، بدأت الجماهير تستشعر إن في تحرك حاصل، فالجماهير دعمت التحرك ده. فعشان كده لما خسرنا 5 من صن داونز الجماهير كانت في مباراة العودة برغم الفوز 1-0 بتشجع اللاعبين، واللاعبين عهدوا الجماهير في الملعب ان الدوري ده بتاع النادي الاهلي. ايه اللي حصل؟ الجماهير بقت في المدرجات بتقول كده كده الدوري في الجزيرة. اذا التحرك هيواجهه بالتأكيد دعم واشادة من الجماهير. الجماهير لو اخطأت انا اشوف ازاي ازنق الجماهير. يا سيدي انتوا مخطئين في بعض الانفعالات، اطلع بره السوشيال ميديا، اطلع بره السوشيال ميديا واشتغل. وانا عارف ان في بعض الاوقات بيكون الوضع ده ظالم جدا للاعب النادي الاهلي او مسؤول النادي الاهلي سواء مجلس اداره او جهاز فني او لاعبين، لكن ده قدر النادي الاهلي. خليني اقول لك كمان ان انت مش هتلاقي اعلام غير اعلام النادي الاهلي، هو اللي هتلاقيه بيطبطب عليك، وهو اللي هتلاقيه وقت الشده بيمد ايديه ليك، وهو اللي هتلاقيه برضه في وقت من الاوقات بيوجهك للبوصله الصحيحه من تاريخ النادي الاهلي. لكن اعلام اخر خارج قناه النادي الاهلي والمركز الاعلامي للنادي الاهلي صعب تلاقي حد الا وهو بيوقعك، على عكس المنافسين هتلاقيه بيكبر جدا في اي حاجه بتحصل للمنافس وبيجي عليك جدا في اي حاجه تخفق فيها. وبالتالي انا بقول احنا مش في كارثه، الكارثه فقط لا غير اننا لو انفصلنا عن بعض، لو بقى الجمهور في جانب والجهاز الفني واللاعبين في جانب ومجلس الاداره في جانب والاعلام في جانب، كلنا بنحب النادي الاهلي ولكن كل واحد بيحب بطريقته. فالتمس أي أخطاء من أي شخص مسؤول أو من جمهور ونتكاتف من أجل تحقيق البطولة دي، لأن البطولة دي هتكون صعبة قوي أن النادي الأهلي يخسرها لصالح منافس لعام ثالث على التوالي. وإن شاء الله أنا واثق أن ده مش هيحصل. أطلنا عليكم في فقرة الانترو دي والمقدمة، ولكن كان مهم الكلام ده يوصل للجميع، وكلنا مسؤولين من مجلس إدارة لجهاز فني اللاعبين لإعلام، وفي النهاية جماهير يكون داعم لما يلاقي خطوات بتحصل على أرض الواقع. وبإذن الله يكون في يناير في خطوات بتحصل على أرض الواقع، وبإذن الله يكون في بداية من لاعبي النادي الأهلي اللي ما زلنا واثقين فيهم إن هم أسياد القارة الأفريقية، عشان يكون التحرك من الجماهير إيجابي جدا تجاه مثل هذه التحركات. عندنا أخبار برضه فارس ممكن نتناولها، أهمها النهاردة أن الكابتن محمود الخطيب استقبل محمود أحمد وتاليا. طبعا محمود أحمد بطل ألعاب القوى وتاليا يعني ثنائي من ذوي الهمم، وكان في الدورة الرابعة لقادرون باختلاف، ويمكن كان رسالة مهمة جدا في حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من محمود أحمد أن هو عاوز يلعب في النادي الأهلي. النهاردة استجابة فورية من النادي الأهلي ودوره كمؤسسة وطنية مؤمنة جدا بحقية يعني ذوي الهمم وقادرون باختلاف أن هم يتواجدوا في كل مكان، وما بالك بمكان النادي الأهلي، مكان منذ البداية ومنذ نشأته وهو مكان يدعم الوطنية. وبالتالي كان استقبال النهاردة فارس مهم جدا للثنائي في النادي الأهلي، ويمكن كان حصل استقبال قبل كده مع أحمد، ودي طبعا لقطات معانا من الاستقبال اللي حصل النهاردة لمحمود أحمد وتاليا. ده النهاردة الاستقبال طبعا كان في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لمحمود أحمد البطل اللي عنده عزيمة وإرادة
والنادي الأهلي لا يمنحه شيء هو مش من حقه، النادي الأهلي بيمنحه شيء هو يستحقه، وبل بالعكس النادي الأهلي يتشرف أن يكون عنده هؤلاء الأبطال بالإرادة دي. تاليا النهاردة يعني يمكن تاليا في اللقاء طبعا اللي اتعمل لذوي الهمم، ذوي الهمم، وطبعا واضح جدا المساعي اللي موجودة للاحتفاء بذوي الهمم وان هم جزء اصيل من المجتمع طبعا. وشفنا اللقاء للسيد الرئيس واكيد كان لقاء مهم جدا، وشفنا مشهد لتاليا يعني وهي كده يعني نامت، او هي شوف كم البراءة اللي كان في المشهد ده وكان في اللحظة دي في وجود السيد رئيس الجمهورية يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مشهد إنساني يا أسامة، وكان مشهد إزاي هي الطفلة بالشكل ده بمنتهى البراءة وبمنتهى يعني المشاعر اللي كتير جدا من المصريين كان حدثهم بهذه اللقطة واللي تناولوها، وقد إيه يعني إحنا بنحاول بكل طرق أكيد لازم المجتمع المصري يكون حريص على ذوي الهمم، وده واضح ان هو توجه عند الدولة المصرية من فترات طويلة جدا، ازاي نوفر لهم كل سبل الاندماج في المجتمع على اساس واضح وصريح ان هم فعلا قادرين، ان هم فعلا قادرين يكونوا من ضمن نسيج المجتمع بنفس الشكل وبنفس الفرص وبنفس الحظوظ اللي بيتمتع بيها اي حد. واكيد دور النادي الاهلي هنا بقى يا جماعه ده اللي نقدر نجيله كمان يخصنا هنا كمان في قناه النادي الاهلي الربط ده. دور النادي الاهلي المجتمعي هو دور هام جدا. النادي الاهلي لديه دور مجتمعي متفرد منذ نشاته. النادي الاهلي في تاسيسه واسبابه لم تكن فقط اسباب رياضيه، بل كان من فكره طلبه المدارس العليا. النادي الاهلي طبعا كان عنده دور حريص عليه، ده محمود احمد بياخد يعني كارتنيه العضويه الرياضيه طبعا عشان يمارس يعني رياضته المفضله. يعني محمود كان له حديث النهارده اتكلم فيه ان كان حلم العمر بالنسبه له هو التواجد في النادي الاهلي يعني ومقابله الكابتن محمود الخطيب، ودي طبعا لقطات وهو بيستلم الكارنيه وبيستلم تيشرت النادي الاهلي طبعا في مكتب المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي اللي كان حريص يعني على انه ينهي الاجراءات في نفس اليوم عشان يحقق حلم محمود احمد. كان طبعا ده بعد توجيهات من الكابتن محمود الخطيب للكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والكابتن عجمي رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصه، والدكتور ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى باتخاذ كل ما يلزم لضم محمود احمد وتحقيق حلمه عشان يكون بطل رياضي ان شاء الله داخل جدران النادي الاهلي. والله يا احمد انا حريص اكد تاني ان النادي الاهلي هو اكيد اي حد ينتسب للنادي الاهلي يتشرف بده، بس كمان اكيد النادي الاهلي يتشرف ان يكون عنده ابطال من نوعيه اللي هي لديها القدرات ولديها الاراده، ولديها الاراده اللي هي جزء من مكونات النادي الاهلي وهي فكره الاراده الملهمه. النادي الاهلي نادي ملهم اكيد، أكتر ناس عندها الإرادة وأكتر ناس بتتحدى يكون النادي الأهلي سعيد بتواجدهم، سعيد إن هم يكونوا من نسيجه. وأنا دايما بقول النادي الأهلي بيعمل دور اجتماعي، دور مجتمعي مكمل للأدوار الخاصة بالدولة المصرية وتوجهاتها، وإن شاء الله دايما نشوف النادي الأهلي في هذا الوضع وفي هذا التكامل مع مؤسسات المصرية باختلاف توجهاتها إن شاء الله. طبعا يا فارس، ويعني طبعا عندنا أخبار الفريق النهاردة اللي بالتأكيد بيستعد لمواجهة بيراميدز يوم الاثنين. يعني عندنا خبر إصابة مصطفى شوبير، يعني كان خبر مزعج بعد إصابة أكرم توفيق، يمكن دي صورة النهاردة من تدريبات النادي الأهلي. مصطفى شوبير يعني قطع في الغضروف، هيغيب مدة تقترب من الشهر تبعا لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، كان اتصاب في التمرين وأجرى بعض الفحوصات والأشعة، ويمكن كان دكتور أحمد أبو عبلة مع أكرم توفيق في النمسا. طبعا بنطمن جماهير النادي الأهلي أن أكرم توفيق عمل عملية الرباط الصليبي بنجاح، وإن شاء الله يعود أقوى مما كان. تم إرسال الأشعة والفحوصات الخاصة بمصطفى شوبير إلى الدكتور أحمد أبو عبلة، وتقرر أن مصطفى شوبير يعمل عملية هيغيب مدة تتراوح من 3 أسابيع ل4 أسابيع وهو شهر. طبعا كانت الاستعدادات النهارده لمباراه بيراميدز ليه يوم الاثنين، يمكن النادي الاهلي كان خد راحه سلبيه امبارح يا فارس، ولكن النهارده عاد للتدريبات مره اخرى زي ما حضراتكم. دي لقطات من تدريب اليوم في التتش الصباحي، يمكن الاهلي لعب مباراه بقى الساعه 3 مع منتخب غانا للمحليين، ولكن دي لقطات من التدريب الصباحي اليوم، يمكن شارك فيه احمد عبد القادر وشارك فيه ايمن اشرف اللي طبعا كان ايضا غايب للاصابه.
يعني أكيد بنتمنى لمصطفى شوبير السلامة. مصطفى شوبير حارس واعد، حارس النادي الأهلي، بيؤهله أنه هو يكون في يوم الحارس الأول للنادي الأهلي. بنتمنى له السلامة، وأكيد هتتخذ كافة الإجراءات اللي في مصلحة عودته للملعب في أقرب وقت مع أفضل الأطباء وأفضل المختصين. وأكيد النادي الأهلي في تدريباته كان حريص النهاردة أن يكون في تركيز. طبعا كانت اللاعبين خدوا راحة 24 ساعة ثم استئناف التدريبات النهاردة، كان في تدريبات فنية وتدريبات بدنية، والنادي الأهلي بيستعد لبيراميدز. وأعتقد الشعار الأساسي للتدريبات ان اللاعبين عارفين بشكل كبير جدا أهمية الفترة دي وأهمية المباراة القادمة. وكولر أكيد كان حريص على أنه هو يوصل رسائل مهمة جدا للاعبين، وأعتقد كولر كان شعاره أنه هو لا مجال في التفريط لمزيد من النقاط، لأن النادي الأهلي يسعى للصدارة. كمان عندنا سيدات تنس الطاولة بيتوجوا بلقب البطولة العربية للأندية، طبعا حسموا المباراة بنتيجة 3-2، وأكيد أمام طبعا أحد الفرق البحرينية، وطبعا كنا سعداء بهذا التتويج. برضو يا جماعة أنا عايز أقول دايما بيتم التعامل مع ألعاب الصلاة وكأن بعض ألعاب الصلاة فقط هي بتكون بالانتقاء، يعني البعض بينتقي ألعاب الصلاة. أكيد في كل الأنشطة النادي الأهلي يا جماعة حريص في ألعاب الصلاة سواء رجال أو نساء، إن هو يكون له تفوق ونجاح، وده جمهور النادي الأهلي برضو بيهتم بيه. أكيد طبعا كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في النادي الأهلي، ولكن لا يمكن إن احنا أبدا نغفل حق هؤلاء الأبطال اللي كتير جدا بيكونوا بيحتاجوا حتى التقدير من جمهور النادي الأهلي. ودايما جمهور النادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي بتعمل الدور ده. يعني يمكن سيدات تنس الطاولة في النادي الأهلي بيحاول بطولة عربية الأندية للعام الثالث على التوالي، يمكن فازوا في كل مباريات البطولة، وده بينقل قد ايه المستوى اللي وصلوا ليه. ويمكن رئيس جهاز تنس الطاوله الكابتن اشرف عبد الفتاح اتكلم عن ان اللاعبين قدموا مستويات مميزه بشكل كبير جدا، وانه سعيد بالمستوى اللي تم تقديمه خلال البطوله. نتمنى التوفيق لكل العاب الصالات في النادي الاهلي، اللي خلاص يعني بقى في توجه واضح كبير جدا ان لازم دعم مثل هذه الالعاب، وان هذه الالعاب تكون دائما وابدا مصير النادي الأهلي على القمة. طبعا منافسات بتكون صعبة، ولكن هو ده قدر النادي الأهلي. عندنا خبر أخير كده بقى، يعني إيه حديث العالم بعيدا عن النادي الأهلي قبل ما نطلع فاصل، وهو خبر انتقال رونالدو لنادي النصر السعودي مقابل مبلغ مالي كبير جدا جدا جدا. وده طبعا كان ربما يكون صدمة لعشاق كريستيانو رونالدو، وربما يكون يعني شيء إيجابي جدا للدوري السعودي. مع كامل احترامنا طبعا وتقديرنا لفريق النصر السعودي، الخطوة اللي خطاها دي خطوة مهمة جدا على طريق وضع الدوري السعودي في مكانة مختلفة بشكل كبير جدا. حتى لو كان كريستيانو رونالدو في بعض الأوقات كان بيقول إنه هينهي حياته الكروية في نادي في أوروبا، وهينهي حياته الكروية وهو في قمة مستواه، حاليا هو في نادي في آسيا، نشوف القصة يبقى في قمة مستواه ولا لا. ولكن هنا نقطة مهمة جدا، لأن وزير الرياضة قال إن يتم دعم كل الأندية السعودية بمثل هذه الصفقات النوعية. عندنا نقطة سابقة للأحداث شوية، وهي نقطة كأس العالم للأندية اللي هيشارك فيه النادي الأهلي. نادي الهلال عنده إيقاف قيد في السعودية، وبالتالي لن يحق لي التعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ونادي الهلال مرشح إن هو يكون في لقاء بينه وبين النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. نتمنى ألا تكون صفقة رونالدو للنصر هي يعني تهدئة للرأي العام في السعودية وتهدئة لجماهير النصر في حالة فتح القيد لنادي الهلال. وانت طبعا فرحان في رونالدو. لا مش فرحان في رونالدو، بس اكيد محدش هيجيب رونالدو بالارقام دي عشان تهدئة جمهور الهلال. يعني طبعا بالنسبة لنادي النصر والدوري السعودي اكيد دي خطوة مهمة جدا. يمكن كنت شفت لقطة النهاردة لجمهور النصر وهو بيهتف سي لرونالدو، الموضوع بدأ بدري. واكيد فعلا طبعا دي نقلة في النهاية فيما يخص الدوري السعودي ونادي النصر، نادي اكيد عربي بنعتز بيه. فيما يخصه هو حقق اهدافه، وهو بالنسبه له دي نقله نوعيه كبيره جدا. الدوري السعودي طبعا انظار ملايين على مستوى العالم من عشاق رونالدو هيتوجهوا ليه. فكل ما يتعلق بنادي النصر والدوري السعودي انا شايفها مكاسب، وطبعا شايف كمان ازاي الناس بتفكر تدعم انديتها السعوديه، ازاي الناس بتفكر في السعوديه. وده يا جماعه اتكلمنا فيه مش من لحظه انضمام رونالدو، احنا بنتكلم ازاي الدوري السعودي وازاي الكره في السعوديه لديها اجنده عمل
فعلا تستحق الاحترام وفعلا الارتقاء بالأندية. الناس بقى ما بتجيش تقول لك نقلل عدد المحترفين ونمنع الاحتراف عشان خاطر الناس بلاعبين محليين، ولكن وسط محترفين ارتقوا بمستواهم، قدروا يكسبوا الأرجنتين وقدروا يقدموا في كأس العالم مستوى طيب جدا. الناس بتفكر ان هي ازاي تطور الكرة السعودية، مش الحلول اللي هي بتاعت افتح لي يلا تعالى نطلع فكرة ان احنا نلغي ده بس او نعدل ده بس. لا، الناس بتتحرك في 100 اتجاه. انا مفيش مشكلة اطلع لاعبين للاحتراف، بس كمان اقوي الدوري بتاعي واجيب محترفين يكون في تنافس، يكون في مستوى افضل بشكل كبير. اما على مستوى رونالدو يعني فهي خطوة فعلا من امبارح، يعني اكيد في طبعا اختلاف وجهات النظر عليها. رونالدو كان لديه وجهات نظر دايما بيعلن عنها ان هو ينهي في اعلى المستويات، ينهي كراجل بيشوف نفسه في مقابلته الاخيره مع بيرس مورجان ان هو رجل يستحق انه يعمل ارقام اكبر في دوري ابطال اوروبا، رجل يكتب تاريخ اكبر. كان شايف ان هو بعيد عن الانديه اللي هي الخاصه بالمنطقه العربيه او الانديه اللي بتستقطب اللاعبين في نهايه مسيرتهم. رونالدو كان بيقول كلام، ولكن الوضع انتهى به الى كلام مختلف. التقدير تماماً. يا صديقي التقدير، هو رونالدو كان بيبحث عن التقدير وهو لقى التقدير بشكل كبير جدا في تقدير، هو التقدير المالي كمان يعني قبل الادبي. رونالدو كان حاليا التقدير الادبي. بتكلم عن الاحتراف، بقول لك انت هتعرف تجيب حد زي رونالدو بالمبلغ الكبير؟ لا طبعا، بس قبل رونالدو كان في ده واخد 13 ضعف راتبه في مانشستر يونايتد، واخد بالك؟ طبعا يعني رونالدو الناس من امبارح بتحسب له، انا شفت كل الناس الثانيه بخمسة يورو. الثانيه بكام؟ بخمسة يورو. طب ماشي، يعني الشويه اللي احنا اتكلمنا عنه اسامه، خلينا نطلع فاصل يا اسامه. اسامه خلينا نطلع فاصل يا اسامه. اطلع فاصل، نشوفكم بعد الفاصل، لان الثانيه بتاعت الخمسة يورو دي محتاجه تفكير وحسابات كتير جدا. نشوفكم بعد الفاصل. يا مساء الفل على حضراتكم، ويوم جميل. لسه كنا بنتكلم عن تنس الطاولة وبنتكلم عن ألعاب الصالات قبل ما نطلع الفاصل. فريق الماسترز، فريق رجال طايرة النادي الأهلي، روح الفانيلا الحمراء بتحضر في 100 عقبة وبيفوزوا 3 أشواط مقابل لا شيء لنادي الزمالك. ده اللي اعتدنا عليه من فريق كرة الطايرة. أي نتيجة بتكون خلاف ذلك بنحس إن في مشكلة عندنا في كرة الطايرة. فمبروك لكل رجال كرة الطايرة، مبروك لكابتن ميدو مصلحي، مبروك للماسترز الفريق التاريخي للنادي الأهلي في الكرة الطايرة. أعتقد يا فارس يعني كنا لسه بنتكلم عن ألعاب الصالات فيجيلنا الخبر يعني في الفاصل بفوز النادي الأهلي. واضح إنك بتتشعلق في أي حاجة حلوة تنهي بيها 2022. أي حاجة يعني. أنت بتبدأ الحلقة من جديد. بس الطايرة بصراحة يعني ما بيغزلناش كتير. أكيد طبعا فوز مهم جدا، ثلاثية نظيفة، 3-0 نتيجة كاسحة. زي كنا لسه بنقول، البعض بينتقي، البعض بيبروز إنجازاته، البعض بيجي يقول أصل أنا ما خسرتش في أي لعبة من النادي الأهلي من 20 سنة، وطبعا كله كلام غير واقعي بالمرة. النادي الأهلي بيفوز بثلاث أشواط، 25-19، 25-23، 25-23، 3-0 نتيجة مهمة جدا لفريق أدمنة التفوق النفسي على المنافس. وعشان كده دي العقلية اللي احنا بنتكلم فيها. يمكن فريق الطايرة لما البعض بيشوفه في وقت بيتراجع بيكون حزين جدا، لان هو عنده ثوابت، عنده موروثات يحافظ عليها. وده اللي احنا كمان بنتكلم في كرة القدم، انت عندك برضو اللي يخليك في كرة القدم او في الدوري تفرق عن اي حد، هي دي العقلية. وهو ده يا جماعة مفتاح كلامنا في بداية الحلقة، لما يكون عندك ثوابت حافظ عليها. فكل التحية لرجال الماسترز، كتيبة اللاعبين بالكامل دون استثناء، واكيد كابتن ميدو مصلحي، اكيد فوز مهم يا اسامه. وحاجه كده ننهي بيها 2022 وتكون فعلا يعني لعلها بدايه خير. واحنا سبحان الله في اول حلقه بنقول هننهي بامور ايجابيه ونتمنى امور ايجابيه، وما كناش نعرف نتيجه المباراه. هو الحقيقه الموسم ده على مستوى قطاع الناشئين، على مستوى العاب الصالات، على مستوى فريق الكره، في تفوق على المنافس في كل الالعاب. دوري الجمهوريه، النادي الاهلي بيتفوق في كل المراحل السنيه، في بطولة السوبر، المواجهة اللي حصلت في الموسم الجديد، النادي الأهلي بيفوز في الطايرة السيدات، يمكن فوزنا مباراة وفازوا مباراة. النهاردة الطايرة رجال في 100 عقبة بيقدروا يفوزوا 3-0. بجد بجد شكرا جدا كتيبة الماسترز. نروح طبعا بقى لكرة القدم، وببساطة شديدة كده نادي بيراميدز طلع بيان النهاردة تحدث فيه عن نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى ملعب أو استاد القاهرة. اول لما تلاقي نادي بيراميدز بياخد موقف او بيطلع بيان هتلاقي على طول مناصره من اعلام نادي منافس لقضايا نادي بيراميدز. والحقيقه هي القصه قصه نادي بيراميدز مش قادر ينسى
ان سبب تاسيسه كان منافسه النادي الاهلي، فدائما وابدا بيكون عنده مباريات النادي الاهلي سواء ذهاب او عوده هي الكريمه بتاعت الموسم، هي بطوله الموسم. نادي بيراميدز يمكن اختص في البيان ماده 65 هنقف عندها بالتاكيد، ولكن نهى البيان ان احنا هنندهش بس فقط لا غير، وهنبدي اندهشنا، لكن احنا مش هنعترض لان عايزين نحافظ على العلاقات مع النادي الاهلي. الحقيقه هتلاحظوا خلال الفقره دي ان المواقف دي قرار كتير جدا وما كانش فيه بيان لا بدهشه ولا باستغراب ولا باي حاجه خالص، ودي الماده اللي استند اليها نادي بيراميدز في بيانه، وهي او ده البيان اللي صدر من نادي بيراميدز واعتمد على الماده 65، ولكنه اقتص جزء من الماده، خد فقره الف فقط لا غير وما خدش الفقره الثانيه. استعرض البيان، نستعرض البيان. طبعا بيراميدز زي ما اسامه قال لازم ناكد ان انا بشوف ان لو بيراميدز كان بالاهتمام في التفاصيل دي وكابتن هاني سعيد وتصريحاته والروح اللي بتبقى عند اللاعبين في كل مبارياتهم في الدوري، فبيراميدز على الاقل في الموسمين اللي النادي الاهلي تراجع فيهم عن بطوله الدوري كان على الاقل بيراميدز قادر على حصد احد اللقبين، ولكن وكان القصه دايما بتتعلق بالنادي الاهلي بس، وده اللي نقدر نفهمه في التفاصيل. انت بتقول ان انت بتسجل موقف، طب لو انت حريص على علاقتك بالنادي الاهلي ما تبص ان في مواقف كتيره جدا ما كانش ليك نفس الموقف، فما تطلعش بيان زي ده. ولكن خلينا نكون بسرعه نؤكد على اللي اتقال في البيان عشان لما نستعرض النصوص المواد تبقوا انتوا عارفين ده على خلفيه التناقض في ايه. ابدا نادي بيراميدز اندهاشه الشديد من اعلان نقل مباراه فريقنا المقصود بيراميدز طبعا في الدوري الممتاز امام الاهلي في الجوله 11 من المسابقه لتقام على استاد القاهره بدلا من الملعب المحدد استاد السلام قبل ايام قليله من اللقاء، وهو ما يخالف لائحة رابطة الأندية اللي تم إعلان عنها. ويؤكد نادي بيراميدز أنه طبقا للائحة رابطة الأندية وتحديدا المادة 65 المتعلقة بملاعب المباريات فإنه يجوز تغيير ملعب المباراة بناء على رغبة أحد الطرفين، ولكن بشرط أن يكون ذلك من خلال طلب رسمي يقدم لإدارة المسابقات وقبل المباراة ب14 يوما من تاريخ اللقاء المطلوب، وهو البند الواضح والصريح في اللائحة وتم التغاضي عنه والإعلان عن تعديل ملعب اللقاء قبل 3 أيام فقط على إقامة تلك المواجهة، وهو الأمر الذي نراه غير طبيعيا. دي القصة. لا لحظة، لأن النقطة دي الأخيرة بقى مهم، بيقول إيه؟ ويبدي نادي بيراميدز كامل اندهاشه من تعديل ملعب اللقاء بالمخالفة اللائحة، وحتى دون الرجوع لنادي بيراميدز الطرف الثاني في المباراة والذي فوجئ بقرار التعديل دون استشارته كطرف أصيل في المباراة. دي النقطة اللي اتكلم فيها نادي بيراميدز واتكلم عن جزء من الفقرة 65. عندنا جزء آخر في الفقرة 65 أصلا تجاهله نادي بيراميدز، وهنا السؤال، هل أنت فعلا تفضلا وحفاظا على العلاقات مع النادي الأهلي رفضت الاعتراض، ولا أنت أصلا مش من حقك تعترض؟ ده بقى اللي هيجيب عليه الجزء الآخر اللي تجاهله نادي بيراميدز في المادة 65 اللي ممكن نعرضه على الشاشة، وهو الجزء الثاني من المادة 65. بيقول إيه؟ يحق لإدارة المسابقات تغيير ملعب أي مباراة بناء على توصية من الجهات الأمنية أو إذا رأت الملعب غير صالح من الناحية الفنية لاستضافة المباراة سواء لسوء حالة الملعب أو لأي سبب آخر. أو إيه؟ لأي سبب آخر بس كده؟ لا، ولا يحق لأي من الفريقين أطراف المباراة الاعتراض على ذلك. يعني إيه؟ يعني القصة مش قصة تفضل من نادي بيراميدز إنه ما يعترضش، لا، أنت خدت جزء من اللائحة وخدت جزء من المادة ورحت بس واقف كمان عنده وقلت إن أنا مش هعترض عشان أنا هبدي فقط اندهاشي عشان العلاقات مع النادي الأهلي، وده مش حقيقي. أمال إيه الحقيقي؟ الحقيقي نادي بيراميدز بيحاول ياخد لقطة على حساب النادي الأهلي مش هنسمح بيها، إن نادي بيراميدز بيحاول يصدر للرأي العام وبمساندة إعلام منافس إن القصة قصة مجاملات، وبعض الإعلاميين يبدأوا ينشروا ويبدأوا يتكلموا احتواء استاد القاهرة برغم إن اللائحة واضحة لا يحق لأي نادي الاعتراض على قرارات لجنة المسابقات في تغيير الملعب. ده مش كده وبس، احنا عندنا ايضا لوائح اخرى ومواد اخرى ممكن تستعرضها فارس. ده يعني فكره ان انت بتروح ماده ومذاكر لوائح، طب يا جماعه ما هي اللائحه لا تتعلق كلها بماده واحده او اللي انت بتستند اليه، وان كان الماده نفسها اسامه قرا لكم فيها الفقره والنص اللي بيجب اي ماده اخرى، ولكن كمان في مواد اخرى تؤكد زي الماده 21 بتقول للاداره الحق في نقل، هنا طبعا مقصود اداره المسابقات، في نقل مباريات اي فريق خارج ملعبه طبقا للظروف والاحوال التي تراها
تراها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا. والمادة 43 اللي بتقول لإدارة المسابقات الحق في نقل مكان إقامة المباريات أو إقامتها بدون جمهور إن كان هناك مقتضى لذلك. ومادة 103 بتقول لإدارة المسابقات الحق في نقل مكان إقامة المباريات أو إقامتها بدون جمهور أو هاتين العقوبتين معا. أيا كان إذا كان في بعض المواد بتتعلق بعقوبات وبعض المواد بتتعلق بأن إدارة المسابقات ترى ما إذا كان الأمر يناسبها ولا لا. بمعنى أنا كنادي تقدمت طلب كده كده المباراة دي على ملعبي أنا يا جماعة، هو في حاجة بيراميدز بيغفلها، هو بيراميدز مش المباراة على ملعبه وفجأة بدون أسباب أو لدواعي أمنية أو لدواعي تخص المسابقات اتقال له لا يا بيراميدز المباراة اللي على ملعبك هتلعب في حتة تانية. لا، هي المباراة على ملعبي أنا. فأنت بتتكلم في فكرة إن كان لازم قبلها ب 14 يوم، يعني القصة مش مباراة في أفريقيا يعني. وإن كان الأمر يتعلق بال 14 يوم ففي بنود ولوائح أخرى تحق لإدارة المسابقات إذا رأت الطرف الطلب منطقي، إذا رأته لا يتعارض مع أي شيء، إذا رأته لا يخل بأي تكافؤ، لأن كده كده المباراة على ملعب النادي الأهلي. فإذا كان بيرى إن هي على السلام أو استاد القاهرة ده ما فيش سفر لنادي زي بيراميدز. وهنا يا جماعة هو الفكرة ايه؟ الفكرة مش نصوص مواد بس، الفكرة ان انت لازم تكون عندك منطق عشان تطلع تخاطب الرأي العام. ازاي؟ فكرة بعد المدة الزمنية ممكن يتعلق بترتيبات فندقية مثلا، فريق اقامته مثلا في أسوان او اقامته في محافظة اخرى وعايز يرتب ان هو هيجي في مكان معين، او المباراة مثلا بتلعب في مكان او محافظة، فهيكون عنده حجوزات فنادق، هيكون عنده انتقالات، هيكون عنده ترتيبات. انما انا بلعب في استاد السلام، هلعبك في استاد القاهرة، يعني المنطق هنا بقى بيبدو ليك سوءات البعض. انت عايز تعترض على ايه؟ هل انت بتعترض على امر منطقي، ولا زي ما احمد كان بيقول لكم من شوية انت عايز تسجل موقف او لقطة بمعزل عن المنطق بتاعها؟ هي دي القصة. وهل ده اصلا اول مرة يتم نقل ملعب؟ لا، لا البيراميدز اول مرة، ولا الاهلي اول مرة، ولا للزمالك اول مرة. خلونا نستعرض الملاعب اللي تم تغييرها قبل مدة زمنية 14 يوم في موسم 2022-2023 الحالي. هتلاقي في الأسبوع الأول مباراة الزمالك وسموحة، لأن البعض كان بيدعم قرار بيراميدز وشايف إن فيه مجاملة واحتواء، تم نقلها من استاد المقاولين العرب لاستاد القاهرة. ده الأسبوع الأول. في الأسبوع الخامس مباراة الداخلية وفيوتشر، تم نقلها من ملعب السويس الجديد لملعب بتروسبورت. في الأسبوع السابع أسوان وسيراميكا، تم نقلها من استاد أسوان لاستاد القاهرة. فاركو والأهلي، تم نقلها من استاد اسكندريه الى استاد برج العرب والماتش بتاع فاركو. الجيش والزمالك، تم نقله من استاد برج العرب الى ملعب الكليه الحربيه. وهنا هنقف وقفه عند المباراه دي، لكن خلينا نستعرض المباراتين التانيين، الاتحاد وسيراميكا 23/12/2022 من استاد اسكندريه لاستاد برج العرب، والداخليه وبيراميدز من استاد السويس الجديد الى استاد بترو سبورت. ده برضو الداخليه وبيراميدز الاسبوع التاسع. خلينا بقى نقف عند المباراتين، الجيش والزمالك والداخليه وبيراميدز الاسبوع التاسع. يعني الداخليه كان بيلعب في استاد السويس ومنافسه او اللي هيواجهه في المباراه نادي بيراميدز. الداخليه قرر ان هو يلعب في بترو سبورت ومش هيروح ملعب السويس. هل شفت بيان صدر من نادي بيراميدز يشجب او يندهش من نقل مباراته مع الداخليه من السويس لبتروسبورت؟ ودي طبعا صورة من بداية المباراة من ملعب بتروسبورت. وبالتالي هنا السؤال بنكرره، هل شفت بيان لنادي بيراميدز؟ هل نادي بيراميدز مش عاوز يحافظ على العلاقات الطيبة مع نادي الداخلية؟ القصة قصة اللقطة على حساب النادي الأهلي اللي مش هنسمح بيها. ويمكن كمان الإعلام المنافس هو بيتدخل في الأمر ويتحدث عن احتواء اللي هي النقطة المعروفة يعني إعلاميا بمباراة القمة اللي تم احتواء فيها المنافس للنادي الأهلي، مباراة الجيش والزمالك. المباراة بتاريخ 7/12، يوم 4/12 تم تغيير ملعب المباراة من برج العرب للكلية الحربية قبل 72 ساعة. بتتكلموا في إيه؟ يعني أنا عايز أفهم القصة في إيه؟ يعني القصة هو لازم تصدير مشهد وإننا نهاجم النادي الأهلي عشان يبدأ النادي الأهلي يدافع؟ لا خالص. إن الأهلي بيوضح لجماهيره إن لو في أندية بيتم مجاملتها أو احتوائها فبالتأكيد مش النادي الأهلي. بالتأكيد مش النادي الأهلي. إحنا بنلعب مع منافسين وأشياء أخرى. ما عندناش أدنى مشكلة، وقلنا لاعبتنا لازم تبقى أقوى من كل ده. لكن تيجي كمان تقول لي إن أنا بتجامل وبيتم احتوائي في استاد القاهرة، أمال نقل مباراتك مع طلائع الجيش إيه؟ أمال مباراة الداخلية وبيراميدز ما حدش اعترض عليها ليه؟ ما طلعش بيان ليه؟ هي دي القصة اللي احنا بنتكلم فيها بوضوح.
كمان يا اسامه يعني بالنسبه لما يتم تناوله اعلاميا في الموضوع ده، يمكن نادي بيراميدز اعترض في حته وكل المباريات اللي استعرضنا انا عايز حد يجيب لي مباراه واحده في دول اتطبق عليها فكره ال 14 يوم اللي هو الاختار قبلها ب 14 يوم، هات لي مباراه واحده ومحدش اتكلم في كل المباريات دي. اذا هو عرف سائد طالما لجنه المسابقات لا ترى ضررا في ده، ولكن القصه لا تتعلق ببيراميدز بس، هي تتعلق بإقحام المنافس لنفسه في أمور تبدو لي متناقضة في كتير جدا منها. يعني فكرة أصل أنت استاد السلام كنت واخده وكنت بتفخره، طب ما طبعا أنت عندك في وقت استاد السلام فكرة جيدة، فكرة بره الصندوق، فكرة معروضة عليك، فبالتالي أنت شايف إن هي قد توفر عليك تكاليف، قد توفر عليك بعض الأمور، ففكرة دعائية كمان كانت خاصة بتسويق ورعاية وبعض الأمور ما كانش عندك مشكلة فيها. ولكن أنا لما تظهر عندي مستجدات ومستجدات منطقية تتعلق برغبة جمهوري في أمور معينة، تتعلق برغبة مدربي في أمور معينة، تتعلق بأمور تنظيمية مجلس إدارة النادي الأهلي واللجنة المكلفة بحضور المباريات نفسها اتكلمت فيها وخاضت فيها، كل ده لما يبقى أنا عندي كنادي طب إيه المشكلة؟ هو الملعب ده غاية ولا وسيلة؟ وإيه تعارض ده مع أن الفكرة وقتها كنا احنا شايفينها جيدة أو حتى في بعض الأوقات دلوقتي شايفينها جيدة؟ عادي، لا يوجد تعارض إطلاقا. أنت بتشتغل وفقا أن الملعب ده ليس غاية، الملعب وسيله، واذا راى المدرب بتاعي واذا رايت ان جمهوري قد يرى ان في ملعب افضل لاسباب ما، لا يوجد اي تعارض في الموضوع. يا جماعه البعض في بعض الاوقات كان بيطلع يقول انا مش لاعب في استاد القاهره، بالمناسبه للنادي الاهلي هيروحه يعني او عايز يلعب فيه، كان البعض بيطلع يقول انا مش هلعب مبارياتي في استاد القاهره عشان السحر والاعمال السفليه وامور كانت تتعلق. دي رغبه تخصك، دي رغبه تخصك، انت عايز تلعب وعايز تنقل وبعض الاستادات ممكن توافق لك، انت حر. ما بالك انا عندي دواعي فنيه واضحه وصريحه، دواعي تنظيميه تخص رغبتي في حضور عدد اكبر ورغبتي في تلبيه مطالب مدير فني. انا اتجاهل كل المنطق ده عشان انت عايز تبتزني؟ ايوه تبتزني. تبتزني بكلمه ايه؟ اصل انت استادك استاد السلام فليه تروح استاد تاني؟ لا يعنيك بالمره، طالما انا عندي مسببات منطقيه واتحرك وفقا للائحه ما فيهاش اي مشكله بده. فالفكره ان المزايده عن النادي الاهلي وابتزاز النادي الاهلي ببعض الامور، النادي الاهلي وإدارته وجمهوره هيمشوا وراء مصلحتهم فقط بغض النظر عن أي ابتزاز. أنا حتى ما كانش يهمني أن أنا أعرض مسببات النادي الأهلي، الأسباب واضحة جدا ألا وهي اللائحة، وعندنا تصريح واضح من النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بيؤكد على أحقية النادي الأهلي في أنه ينقل ملعب مباراته، وده التصريح زي ما حضراتكم شايفين ينقل ملعب مباراته قبل عدد من الأيام لا يتجاوز ال 14 يوم لسبب بسيط جدا جدا جدا، ان الملعب البديل هو استاد القاهره. يعني النادي الاهلي نقل او قدم زي اي نادي بيقدم في بدايه الموسم ملعب اساسي وملعب بديل او ملعبين اخرين يعني يكونوا بديلين للملعب الاساسي، وبالتالي تقدر تنقل بينهم اي وقت. فالنادي الاهلي تبعا للائحه، للبعض اللي بيتصدر المشاهد بلوائح منقوصه، للبعض اللي مش متفهم يعني ايه لائحه جاي يتحدث عن النادي الاهلي. انا لا يعنيني ولا يهمني على الاطلاق اقول لك انا مسبباتي ايه او النادي الاهلي اختار يلعب ليه، مش قصتك خالص، مش شغلتك انت، شغلتك وما يحكمني ويحكمك هي لائحه. هل النادي الاهلي اخترق اي لائحه من اللوائح؟ لا، يبقى مش قصتك انت خالص انا العب ليه. ألعب بقى في القاهرة عشان قصة المدير الفني، ألعب في القاهرة عايز جماهير، ألعب في القاهرة عشان أنا عايز أغير الملعب، عايز أغير العتبة، كل ده مش كلامنا خالص ولا يعنيك على الإطلاق. ما يعنيك هي اللائحة اللي بيني وبينك. اللائحة اللي بيني وبينك بتقول إيه؟ تقول اللي قاله رئيس رابطة الأندية، إن النادي الأهلي حاطط ملعب استاد القاهرة ملعب بديل، وبالتالي القصة منتهية. لكن أنا عارف أنت إيه اللي قلقك وإيه اللي وترك وإيه اللي خلاك تعترض غير إنك تصدر إن النادي الأهلي بيتجامل. التصريح اللي هنسمعه دلوقتي من المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر. 20 Minuten, wir waren spielbestimmend, haben mehrere Torchancen rausgespielt. أعتقد إن إحنا النهارده لعبنا ماتش كويس، ضغطنا، تحكمنا في الماتش بالكامل، خلانا كم فرص غير عادي، ضيعنا فرص كتير قوي. Leider ist uns nur ein Tor gelungen mit 11 Meter. للأسف ما قدرناش من كل الفرص دي ما نجيبش غير جون واحد بس ضربة جزاء. Aber ich glaube, wir hätten einen Sieg verdient gehabt. أنا أعتقد إن إحنا استحقينا الفوز. Ich glaube, der Gegner war dreimal vor unserem Tor. أعتقد إن المنافس ما وصلش حتى ثلاث مرات على الجون. Haben auch verteidigt und ja.
abgewartet und auf Konter gespielt. دافعوا قعدوا مستنيين الكوره وبيعملوا بيحاولوا يعملوا كونتر حتى ده ما قدروش يخلقوا بيه خطوره. Und wir haben uns gesteigert im letzten Spiel mit der Präzision. Es ist der Platz war gut, es ist gut zum Spielen hier. Ich möchte mich auch bei unseren Fans bedanken. Es waren mehr da, sind mehr gekommen und das ist sehr wichtig für uns diese Unterstützung. بنلاحظ كمان فرق كبير جدا في عدد المسباص قل كتير جدا عن الماتش اللي فات وده بسبب جودة أرض الملعب. فرق الملعب كبير جدا. بحب انتهز الفرصه ان انا اشكر جمهور النادي الاهلي اللي حضر وازر الفرقه حضر بكثافه النهارده ودعم الفرقه طول المباراه. Schwieriger zu spielen und wir machen da mehr technische Fehler, weil der Ball nicht immer so rollt, wie wir das gerne hätten. بالتاكيد الملعب ده احسن من ملعب السلام واكيد بالتاكيد برضه انه فارق على اداء الفرقه لان الكره اللي احنا بنلعبها فيها كتير كره على الارض. وبنعمل باصات كتير فلما الكره ما تبقاش ماشيه كويس ده بيعمل لنا اخطاء كتير في الميس باص في الاستلام والتسليم لكن الملعب طبعا فرق كبير جدا والملعب التاني فرق معانا وعامل لنا مشاكل دي واضحه وبنلاحظ كمان ان احنا في اما بنخرج بره الملعب ده نتائجنا بتبقى ممكن او شكلنا احسن. هي الفكره دي انك مش هتبتزني ان انا لاي اسباب طالما لدي الحق ولدي اللائحه ولدي الامكانيه ان انا اتغاضى عن ده عشان انت بتبتزني فما اعملوش، وانا عندي مدير فني عنده وجهه نظر فنيه مستجده بخلاف حاجات كتيره بتتكلم في ان هو رغبته تكون ان هو بيلعب على ملعب بيختلف وبيخدم افكاره اكتر من اي ملعب اخر، وده اللي احنا بنسعى ليه، واحنا بنقول هنا وكان كل كلامنا من بدايه الانترو لحد دلوقتي الدوري ده ما فيهوش مجال ان احنا اي حاجه بتخدم مصلحه النادي الاهلي بتخدم النادي الاهلي فنيا هنسعى ليها سواء كان فريق او جمهور او مجلس اداره قبل طبعا الجميع يعني بوصفه اللي عنده القدره التنفيذيه واحنا كاعلام داعم لده وده دورنا واكيد لسه عندنا كلام كتير ومهم جدا في سنه ان شاء الله ندخل عليها تكون سعيده على النادي الاهلي ولكن بعد الفاصل. لسه مستمرين معاكم والاهلي خط احمر. يمكن اتكلمت معاكم قبل كده وقلت لكم ان اكيد المدير الفني لانديه اخرى بيكون عندهم حصانه اعلاميه ولكن المدير الفني للنادي الاهلي هنستنى له الغلطه ولو ما غلطش هنغلطه ونعاقبه سواء كان كولر اللي قبله بقى سواريش حتى المده الصغيره اللي قعد فيها طبعا بيتسو موسيماني وما ادراك ما حدث مع بيتسو موسيماني حتى رينيه فايلر اي مدير فني هيجي النادي الاهلي ما عندوش اي حصانه اعلاميه من الاعلام خارج النادي الاهلي وبالتالي كولر بيبدا حمله ممنهجه هتبدا من الفتره الجايه التشكيك فقدان ثقه يبدا يزعزع ثقه الجماهير في المدير الفني الشغل اللي موجود ده طب ما غلطش كولر هنغلط كولر وده اللي انا قلته للاعبي النادي الاهلي في الانترو خد بالك انت بتحارب بنفسك وبتحارب جهات كتير جدا وما فيش اعذار قدرك تكون كده زي ما قدر المدير الفني يكون كده ولكن احنا هنا دورنا اننا ما نسمحش لاي حد يبدا يشوه الصوره او يبدا يلعب في المنطقه دي منطقه الثقه ما بين المدير الفني والجماهير خاصه واحنا المفترض اتعلمنا من دروس الماضي مع بيتسو موسيماني خاصة الماضي القريب هنطلع نشوف التحليل ده ما بعد مباراة الأهلي الماضية في إذاعة أون تايم سبورت ونشوف المحللين بيقولوا إيه كابتن هشام حنفي وكابتن سامي شيشيني عن مؤتمر صحفي لمارسيل كولر غلطوه وابتدوا يحاسبوه على الغلط اللي هم ابتدعوه نشوف الفيديو ونرجع نعقب تعليقكم على الجزء من تصريح ان هو ما شافش كده في حياته فريق بيدافع على طول ال 90 دقيقه هو انا كمدرب مطلوب مني ان انا اريح المنافس مثلا انا بلعب بطريقه دفاعيه فعادي من حق ان انا ادافع رايك ايه يا كابتن هشام؟ يعني انا استغربت جدا الجزئيه دي ان هو بيلوم على سموحه ان هم دافعوا غير طبعا ان هو بيلوم على جزئيه اهدار الوقت يعني لا هو المفروض مش من حقه ان هو يتكلم في تدخل المدير الفني الاخر لان انا حر يعني ان شاء الله العب بال 11 جوه ال 18 انا حر صحيح بالظبط لان انا في النهايه انا بلاعب النادي الاهلي انا بلاعب نادي الزمالك فانا الطبيعي ان انا ما اخسرش يعني ممكن اخسر من اي فرقه ثانيه عشان انا بلعب يعني ايه اللي هو ند بند لكن انت في فوارق كبيره هو انت النهارده لما يبقى لعيب عندك بياخد 25 مليون جنيه غير لعيب بياخد هنا مليون جنيه
مش دي في فرق امكانيات ولا ده فرق ايه؟ وانا ده المفروض عشان بس ابقى فاهم انا يعني مفروض. فاكيد انا بلعب في حدود امكانياتي ان انا ما اخسرش المباراه، فالمفروض ما تتطرقش ان هو يقول المدير الفني بيعمل ايه، لكن انا اتطرق لان انا ممكن اقول مثلا ايه، اللعيب ده بيضيع وقت، اللعيب الحكم مساعده انه ما ادريش يعني. انا بقول لك كان في كارت احمر للعيب رقم 40 اللي لسه نازل ابو بكر، كارت احمر والفار جابها واحمد الغندور ما عملش حاجه، وارهنك ان هتلاقيها في الاستوديو التحليلي هيجيبوها في الحالات التحكيميه تمام. فيها كارت احمر مش هتاثر، هي كانت في دقيقه 82 مش هتاثر لان فريق سموحه كله كان بيلعب تحت الكوره، وهو من حقه يتكلم على قصه اهدار الوقت، بس الطريقه بتاعت المنافس مش بتاعتك بالظبط. يعني هو انا اقول لك على الكره دي وهتتقال في الحالات التحكيميه تمام. كان في كارت احمر مباشر المفروض، لكن هو تغاضى عنها، لكن هو ده اللي تتكلم عليه، لكن ما تتكلمش ان انا بلعب. لا ده انا عايز اقول على حاجه شاكه كمان، انت حضرتك عمال تقول عمال يدافع ومش دافع، وفي انفراد بتاع محمد سعيد مكرونه لولا تالق الشناوي صح، والكره اتلعبت بالعرض اللي لولا صديق جول حطها في العارضه، فتحرك انت بتتكلم في ايه؟ بيدافع بس جاب عندك انفرادين صح، ما هو انت عايز يعمل ايه؟ امكانياته ايه عشان لعبك ايه؟ طب انت النهارده بتلوم عليه انه بيدافع، طب ما كان ممكن في جونين وكان ممكن تطلع مغلوب 2 صح ولا غلط؟ فانت مالكش دعوه بغيرك، انت ليك دعوه انت عملت ايه، لكن بيدافع طب ما بيدافع بيضيع وقت، طب ما بيضيع وقت ما ده حقه، وده من الحاجات المشروع انه ضيع وقت. تصريحات غير موفقه على الاطلاق الحقيقه لمارسيل كولر ده كلام لو انت سمعته بمعزل عن كلام كولر في المؤتمر الصحفي هتقول هم معاهم حق فيه، والحقيقه يعني ناس كتيره جدا غلطت بعمد وناس كتير جدا غلطت بحسن نيه لما تم نقل تصريحات كولر على انه بيهاجم الكابتن طارق العشري والطريقه الدفاعيه اللي لعب بيها نادي سموحه، والحقيقه الكلام ده ما حصلش، فتم تناول الكلام ده ان هو ما يصحش يتكلم عن المنافس، وده حقيقي ما ينفعش، ملوش علاقه خالص. المدير الفني النادي الاهلي يتحدث عن طريقه لعب المنافس ايا كانت طريقه اللعب، ولكن هنكمل الفقره بالتاكيد. لكن معانا كابتن ميدو مصلحي المدير الفني للماسترز، ونقول له مبروك كابتن ميدو الفوز على نادي الزمالك في صاله 100 عقبه او صاله نادي الزمالك بنتيجه ساحقه 3-0. اهلا بيك يا كابتن ميدو. اهلا وسهلا، ازيك يا اسامه، عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله، الف مبروك يا كابتن. مباراه طبعا يعني 3-0 بتعبر عن قوه النادي الاهلي، ويمكن بالتاكيد انت حاسس قد ايه جماهير النادي الاهلي بالنسبه لها فريق الطايره هو فريق يعني صنع في عهدك ليحقق الانتصارات ويحقق الارقام القياسيه، وبالتاكيد خساره البطولات في العام الماضي كانت مؤشر كبير جدا ان لازم يكون في استعاده لمكانه النادي الاهلي في كره الطائره. اعتقد النهارده مباراه بتقول وبتطمن جماهير النادي الاهلي ان احنا راجعين يا كابتن ميدو للمنصات تاني. والله ان شاء الله، الحمد لله، يعني الفرقه عملت ماتش كويس وكرمه كويس، وطبعا الجمهور له حق ان هو يزعل من السنه اللي فاتت، وليهم حق في كل نقد وكل حاجه، والواحد متقبل كل كلمه هم بيقولوها لانهم يعني بيحبوا النادي الاهلي، وانا كمان الحمد لله يعني عملنا ماتش كويس جدا النهارده، وقدرنا نكسب الزمالك في الزمالك 3-0 في مباراه كانت كويسه جدا، الفريق اجاد فيها كله يعني. كابتن ميدو مصلحي، طبعا اكيد بهنيك على الفوز، واكيد انتصار مهم يمكن بنختم السنه بيه 2022، قلنا ان احنا كنا محتاجين الدفعه دي، وحضرتك بدات برساله للجمهور كنا كمان بنتكلم فيها في بدايه الحلقه حتى في كره القدم، وازاي مهم جدا انك تحسس الجمهور ان انت عند مستوى مسؤولياته وعند مستوى طموحاته من الفريق واللي منتظره. اكيد دايما بنشوف الماسترز بيكونوا عند طموح الجمهور وعند رغبه الجمهور وعند اسم النادي الاهلي اللي بنينا فيه ثقه في اللعبه دي على مدار سنوات، واكيد حضرتك بتكمل مسيره، ازاي النهارده في مباراه على صاله نادي الزمالك بنقدر نتفوق بالنتيجه دي يا كابتن ميدو وبنكسب 3 اشواط؟ كان الاعداد الفني والكلام اللي حضرتك قلته الفريق يعني، هو الحمد لله بقى لنا يومين بنلعب على فرقه نادي الزمالك في التمرين وذكرناهم كويس الحمد لله، وعايز اقول لك برضو ان الجمهور له دفعه كبيره جدا وفضل كبير جدا في ان احنا لازم كنا نعوض السنه اللي فاتت، واحنا لسه ما عملناش اي حاجه، هو ده ماتش صحيح يعني ما نتيجته ملهاش لازمه في التسجيل، لكن اهلي وزمالك بتلعب في الزمالك، وكنا لازم فعلا ان احنا نعوض على الاقل جزء بسيط جدا للجمهور، ان احنا ان شاء الله على قد المسؤوليه، وان شاء الله السنه دي نحاول ان شاء الله نجيب ال5 بطولات اللي احنا داخلينهم باذن الله. ان شاء الله يا كابتن ميدو، يمكن انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا واعتقد يعني هيتكلموا فيها بشكل كبير جدا، هل وجود المباراه دي في الادوار يعني التمهيديه والقصه مش حاسمه بشكل كبير جدا، وغياب بعض المحترفين عن نادي الزمالك سهل المباراه على النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي كان مستعد باي شكل كان للمباراه دي عشان يكون في مكاسب معنويه على الاقل لجماهير النادي الاهلي والفريق الطايره نفسه؟
لا فريق الزمالك طبعا فريق محترم جدا، بيضم لعيبه دوليه كتير. يعني الفرقه ما نقصتش ولا حاجه. طبعا في محترف اللي هو يوسفاني كان مؤثر، لكن الحمد لله يعني الفرقه فعلا كانت مذاكره، حتى لو كان يوسفاني موجود الفرقه مذاكره كويس جدا من السنه اللي فاتت، وطلعت لهم ماتشات من السنه اللي فاتت وعملنا محاضرتين كويسين جدا عليهم. ان شاء الله باذن الله يعني نوعد الجمهور ان شاء الله ان احنا نبقى على قد المسؤوليه. وبشكر جدا طبعا الاداره اللي موفره كل حاجه للنادي، وان شاء الله باذن الله نكون مزيد من الانتصارات. والنهارده الحمد لله برضه المحترفين عندنا لعبوا كويس جدا وقدموا مباراه عظيمه يعني. ان شاء الله يا كابتن، واكيد فكره ان حضرتك بتوعد بالخمس بطولات دي ثقة كبيرة منك في الفريق، وكمان أكيد ما تطلعش غير من مدرب عارف أدواته ومتمكن منها، وإحنا جمهور النادي الأهلي كله بيثق فيكم يا كابتن. وأكيد يعني رسالة كده لجمهور النادي الأهلي وإحنا في ختام 2022 تحب تقول له إيه؟ أولا كل سنة وطيبين وخير، وبقول لفرقتي الأول إن إحنا ما عملناش أي حاجة، دي خطوة صغيرة جدا في لإستعادة الثقة دي أول حاجة. وتاني حاجة إن شاء الله الجمهور مستني طبعا الفرقه دي بالذات ان هي تاخد بطولات السنه دي وتعوض خساره السنه اللي فاتت. احنا صحيح عوضنا خساره السنه اللي فاتت ببطوله افريقيا في تونس، لكن ان شاء الله طبعا الدوري مهم جدا جدا بالنسبه لنا السنه دي، وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين وخير سعيده علينا ان شاء الله. نشكرك يا كابتن جدا لتواجدك معانا، ودايما بتحققوا انتصارات بنكون سعداء بيها. كلام مهم جدا، ويمكن جداً بدايه الكلام احنا مش مرتبين طبعا كل الحدث يعني احنا على الهوا، والمباراه كانت بتلعب واحنا على الهوا، وكنا بنتكلم قد ايه المسؤول ولاعب النادي الاهلي عليه انه يتحمل غضب الجماهير. فيجي الكابتن ميرو مصلحي يعني ما كانش سمعنا، احنا لو مرتبين ما كانش سمعنا، وجاء اتكلم. اول ما اتكلم بقول له عن حاله الجماهير من الموسم الماضي، قال احنا مع جماهير النادي الاهلي وعارفين ومقدرين غضب جماهير النادي الاهلي. هو ده اللي احنا بنقوله يا جماعه، هو ده الدستور الغير مكتوب للنادي الاهلي اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده تاريخ النادي الاهلي. ان حتى لو انت مختلف مع بعض وجهات النظر الحاده للجماهير، بس انت كمسؤول انت اللي عليك الدور تمتص الغضب ده وتراعي الغضب ده، لان في النهايه الناس دي هي اللي بتشيلك على الاعناق. شكرا جدا للكابتن ميدو مصلحي اللي بيجي في توقيت بياكد ان احنا هنا كنا بنتكلم في الاتجاه الصحيح، سواء للاعبي النادي الاهلي للجهاز الفني، حتى اتكلمنا لمجلس اداره النادي الاهلي اللي هم متفاهمين ده بشكل كبير جدا، وده يعني شفناه من خلال التعامل مع بعض الجماهير عن حاله الغضب. وطبعا عجبني جدا ان هو وجه رساله لفرقته، احنا لسه ما عملناش اي حاجه، دي بدايه فوز معنوي، فوز لاستعاده الثقه، نتمنى ان شاء الله يكونوا الابطال في الموعد باذن الله في هذا الموسم. ده حقيقي يا اسامه، واكيد انتوا شفتوا يا جماعه دي عقليه النادي الاهلي. ليه انت سمعت مسؤول ما سمعش الانترو، كان عنده مباراه ما سمعش الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، ليه جه على نفس التراك؟ لان ده النادي الاهلي، ده المسؤول والمدير الفني واللي عارف يعني ايه نادي اهلي، فبيكلمك في ثوابت ان انا ما حققتش لسه حاجه، ان انا ببص على كل البطولات، ان فريقي لسه مستني منه كتير، ان انا عارف رغبه الجمهور وعارف جمهور النادي الاهلي منتظر ايه، وعارف ان انا لازم احقق ده ولازم اكون قد ده، وابدا ابدا لا ارتكن لمباراه او فوز في مباراه. انا هدفي البطوله، انا هدفي ان انا احافظ على عقليه فريق الماسترز. ده اللي احنا كنا سعداء جدا بيه، لان لازم نبروزه، لان ده السياق اللي احنا ماشيين معاكوا فيه من بدايه الفقره. واكيد زي ما انتوا سمعتوا رسالته ليكوا، اكيد كمان احنا عندنا رساله مهمه فيما يخص كولر وفيما يخص الفكره اللي احنا بنكلمكوا فيها. ولكن نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كثير من الكلام مع الاهلي خط احمر. يا مساء الفل عليكم، رجعنا لكم ولسه مستمرين معاكم الاهلي خط احمر. وما كانش ينفع اننا نكمل الفقره ومعانا كابتن ميدو مصلحي على التليفون، طبعا سعداء بالرسائل اللي وجهها من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال برنامج الاهلي خط احمر، وبنبارك له مره ثانيه. وعجبني جدا رسالته ان هو لسه ما عملناش حاجه، لكن من كابتن ميدو مصلحي وفريق الطايره ونفس الضغوط اللي بتقع على فريق الطايره، لانه دايما مطالب بتحقيق كل البطولات، ضغوط أخرى بتقع على المدير الفني للنادي الأهلي بصفته مدير فني للنادي الأهلي مش بصفته مارسيل كولر. وده اللي كنا بنتكلم معاه حضراتكم قبل الهاتف، إن بيتم يعني وضع حصانة لأي مدير فني أجنبي لأندية أخرى، أما النادي الأهلي فدائما وأبدا بيتم التشكيك في المدير الفني للنادي الأهلي، حتى لو ما غلطش هنغلطه
وهنشيله الغلط وهنعاقبه على حاجه هو ما غلطهاش. عشان تفهموا القصه دي هنرجع تاني نعيد الفيديو اللي كان قبل الفاصل عن استوديو التحليلي في اون تايم سبورت عن مباراه الاهلي وسموحه. نشوف كابتن سامي الشيني وكابتن هشام حنفي مع مقدم البرنامج احمد خيري قالوا ايه على مارسيل كولر ونرجع نعقب. تعليقكم على الجزء من تصريح ان هو ما شافش كده في حياته فريق بيدافع على طول التسعين دقيقة. هو انا كمدرب مطلوب مني ان انا اريح المنافس مثلا، انا بلعب بطريقة دفاعية فعادي من حق ان انا ادافع. رأيك يا كابتن هشام؟ يعني انا استغربت جدا الجزئية دي ان هو بيلوم على سموحة ان هم دافعوا، غير طبعا ان هو بيلوم على جزئية اهدار الوقت يعني. لا هو المفروض مش من حقه ان هو يتكلم في تدخل المدير الفني الاخر، لان انا حر يعني ان شاء الله العب بال11 جوه ال18 صحيح بالظبط، لان انا في النهايه انا بلاعب النادي الاهلي انا بلاعب نادي الزمالك، فانا الطبيعي ان انا ما اخسرش يعني ممكن اخسر من اي فرقه تانية عشان انا بلعب يعني ايه اللي هو ند بند. لكن انت في فوارق كبيره، هو انت النهارده لما بيبقى لعيب عندك بياخد 25 مليون جنيه غير لعيب بياخد هنا مليون جنيه، مش دي في فرق امكانيات ولا ده فرق ايه؟ وانا ده المفروض عشان بس ابقى فاهم انا يعني، فاكيد انا بلعب في حدود امكانياتي ان انا ما اخسرش المباراه، فالمفروض ما تتطرقش ان هو يقول المدير الفني بيعمل ايه. لكن انا اتطرق لان انا ممكن اقول مثلا ايه، اللعيب ده بيضيع وقت، اللعيب الحكم مساعده انه ما ادريش يعني. انا بقول لك كان في كارت احمر للعيب رقم 40 اللي لسه نازل ابو بكر كارت احمر والفار جابها واحمد غندور ما عملش حاجه، وارهنك ان هتلاقيها في الاستوديو التحليلي هيجيبوها في الحالات التحكيميه تمام. فيها كارت مش هتاثر هي كانت في دقيقه 82 مش هتاثر لان فريق سموحه كله كان بيلعب تحت الكوره، وهو من حقه يتكلم على قصه اهدار الوقت بس الطريقه بتاعت المنافس مش بتاعتك بالظبط. يعني هو انا بقول لك على الكره دي وهتتقال في الحالات التحكيميه تمام. كان في كارت احمر مباشر المفروض، لكن هو تغاضى عنها، لكن هو ده اللي تتكلم عليه، لكن ما تتكلمش ان انا بلعب. لا ده انا عايز اقول على حاجه شوكه كمان، انت حضرتك عمال تقول عمال يدافع ومش دافع، وفي انفراد بتاع محمد سعيد مكرونه لولا تالق الشناوي صح، والكره اتلعبت بالعرضه اللي لولا صديق جول حطها في العرضه، فتحرك انت بتتكلم في ايه؟ بيدافع بس جاب عندك انفرادين صح، ما هو انت عايز يعمل ايه؟ امكانياته ايه عشان يلعبك ايه؟ طب انت النهارده بتلوم عليه انه بيدافع، طب ما كان ممكن في جونين وكان ممكن تطلع مغلوب اثنين صح ولا غلط؟ فانت مالكش دعوه بغيرك، انت ليك دعوه انت عملت ايه؟ لكن بيدافع طب ما بيدافع، بيضيع وقت ما بيضيع وقت ما ده حقه، وده من الحاجات المشروعه انه ضيع وقت. تصريحات غير موفقه على الاطلاق الحقيقه لمارسيل كولر تصريحات غير موفقه من مارسيل كولر لو كان قالها الحقيقه. يعني الفيديو بيقول لك احنا عمرنا ما سمعنا عن مدير فني اتكلم عن فريق بالشكل ده، احنا بنعترض على لو مدير فني اتكلم عن فريق بالشكل ده، لان احنا في 90 بوبر شيلتون مدرب منتخب ايرلندا في مباراه مصر وايرلندا اتكلم عن الطريقه الدفاعيه لمنتخب مصر. مش من حقه ان هو يتكلم ويشوف حلول، ولكن حصلت قبل كده وهتحصل كتير، ولكن ده ما حصلش من مارسيل كولر. والحقيقه انا استغربت جدا من كابتن سامي الشيشين وهو بيتحدث عن قصه ان ايه المشكله من حقه يضيع وقت، وده طبيعي جدا. هو ازاي بقى طبيعي جدا يا كابتن سامي؟ ازاي بقى طبيعي جدا؟ العالم كله بيتغير حوالين مننا، وحضرتك المفروض متابع وشفنا كاس العالم وما يحدث في كاس العالم من طريقه مختلفه وبروتوكول مختلف لحساب الوقت بدل الضايع، عشان يكون وقت المباراه اكتر وقت ممكن داخل ارض الملعب ويكون في تنافس شريف بين الفريقين، وانت جاي تقول لي لا ده من حقه يضيع وقت. لا مش من حقه يضيع وقت طالما احنا لا نتبع سياسه او بروتوكول احتساب الوقت بدل الضايع في كاس العالم. مفيش حاجة اسمها كده خالص يا كابتن سامي. وكمان كولر لم يتعرض بأي شكل من الأشكال لفريق سموحة ولم يتحدث عن فريق سموحة، كل اللي اتكلم فيه قال إن احنا 40 سنة ضيعنا ما شفتش مباراة بتضيع فيها وقت. ده أنا استعرضه، ولكن احنا كان مهم جدا نبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل في الاستوديوهات التحليلية، ألا وهو إن انت لو جالك تصريح لابد أن يعني تكون مدقق فيه بشكل كبير جدا، إن انت بتحط للراجل غلطة مش موجودة وهي مغالطه رجل القش. تعال نحط الراجل قال كذا، وتعال نتخانق مع اللي قاله الراجل، والراجل اصلا ما قالش الكلام ده. كل ده ليه؟ لان كولر هو المدير الفني للنادي الاهلي. في مواقف تانية ومديرين فنيين تانيين وانديه اخرى المدير الفني نفسه يطلع يتحدث عن خطا محدش يتكلم، المدير الفني اصلا لا يعتبر اي اعتبارات للمؤتمر الصحفي وما يحضرش اي مؤتمر صحفي الا في حاله فوز مريح، محدش بيطلع يتكلم ولا حد بينتقد. ليه؟ لان احنا محصنين المديرين الفنيين الاجانب لانديه اخرى، اما النادي الاهلي فالمدير الفني بالنسبه لهم هو هدف لاسقاطه. انا نفسي اشوف الناس بتقعد كده وتقيم التصريحات بتاعه مديرين فنيين اخرين. ده ان كان اصلا التصريح صحيح، يمكن انا شايف ان لا الناس بتقول مغالطه، الناس اصلا ما بتسمعش، الناس اصلا عندها ميل ان هي تهاجم، الناس عندها ميل اصلا ان لازم ابدا كولر ده زي موسيماني زي غيره، الفكره اضرب دوس العمليه سهله. ليه؟
لان ممكن اتفهم كابتن سامي الشيشيني وهو منتمي لنادي الزمالك، وان كان ده مش مفترض اعلاميا يحصل، الراجل بيشوف كل شيء ممكن ينتقد فيه وبينتقد. انما كابتن هشام حنفي، ما تدي نفسك كده مساحه وناخد نفس ونسمع كويس اللي بيتقال وبعد كده نرجع نعقب عليه او نقول وجهه نظر. ولكن مش ده اللي بيحصل. الفكره ان انا اهلاوي، انا زملكاوي، مدير الفني للنادي الاهلي ده افضل حاجه واسهل حاجه اعملها ان انا ابدا اهاجمه وان انا ابدا انتقص منه وان انا ابدا احطه في زاويه هي مش حاصله. وللامانه على فكره في العالم كله وفي الدوري الانجليزي وفي لاليجا وفي كل الدوريات بيطلع عادي مديرين فنيين يتكلموا ان ليست كره القدم تلعب هكذا، وان يا جماعه لسه فابيو كابيلو بيصرح ان كاس العالم والكره اللي اتلعبت فيه انقذتنا من فكره التحضير الكتير والتيكي تاكا. عادي جدا بيتكلم عن اسلوب، وهو اسلوب كبير، ويوهان كرويف وبيب جوارديولا وناس مدارس تدريبيه عظيمه، وبيتكلم ان لا كره القدم في كاس العالم انقذت بفكره اللعب المباشر والدايركت فوتبول، وان ده حاجه كويسه جدا، وان لا كره القدم مفترض ان هي تكون. وده كله كلام في وجهات نظر فنيه. ايه المشكله يعني؟ حتى لو كولر اتكلم على فكره وانا وجهه نظر، ايه المشكله يعني؟ الراجل بيتكلم في طريقه وعنده تحفظ عليها، ما بيقولش المنافس من حقه يلعب ولا ما بيلعبش، ولكن بيقول طريقه كره القدم دي بتحرم الجمهور من فكره المتعه ومن فكره ان انت يكون عندك رغبه وان يكون عندك تنافس حقيقي. طيب هو اصلا بقى كولر قال كده؟ دي المصيبه الاكبر. يعني حتى لو انت بتنتقده في تصريحاته وبتقول له من حقك تقول، مش من حقك تقول، ده كلام غلط وده كلام مش موجود في الكوره، ولكن هو اصلا كولر قال كده؟ تعالوا نسمع واحده واحده كده كولر قال ايه ونرجع نعقب. Das kann beantwortet sein dann nur über das Spiel, nicht außerhalb des Spiels. Zuerst Zusammenfassung. Okay, ich war 17 Jahre Spieler, Profispieler, bin jetzt 23 Jahre Trainer und ich glaube, ich habe noch nicht so einen Spieler. أنا بقالي 17 سنة كنت لاعب محترف، 23 سنة مدرب محترف، ما أعتقدش إن أنا شفت ماتش زي ده في حياتي. Ich möchte mal sagen, dass wir sicher auch erste Halbzeit nicht gut gespielt haben. Das ist auch natürlich schwierig ist, wenn die Mannschaft hinten drin steht. بالتأكيد الشوط الأولاني طبعاً ما لعبناش كويس. الامور كانت صعبه بسبب طبعا احنا بنلعب فرقه بتلعب كلها في ثلث دفاعي بس بتقفل ورا. Bei uns waren es 2 Minuten erste Halbzeit, 5 Minuten zweite Halbzeit, dann verstehe ich nicht, was dann da anders sein soll. أنا عمري ما شفت في حياتي فرقة أو ماتش ناس قاعدة كل شوية كل ثلاث دقايق واحد بيقع، ناس بتشوط الكورة بره، بتشوط الكورة في نص الملعب عشان تضيع وقت، تضيع وقت بشكل أنا ما شفتوش في حياتي المهنية كلها في خلال 40 سنة. ده مش اخلاق رياضيه، والامور صعبه جدا ومتسابه كل واحد يعمل اللي هو عايزه. Ich denke, man könnte das auch unterbinden, wenn man schneller gelbe Karten zeigt, weil wenn du eine hast und noch eine zweite bekommst, dann hast du rot. Also ist das sicher was, also nicht jetzt nur für dieses Spiel heute, sondern allgemein, was man wahrscheinlich verbessern könnte. واحنا شفنا في كاس العالم الناس كانت بتحسب دقايق ازاي، والريتم كان سريع ورغم كده بيدوا دقايق كتير، لكن احنا عندنا النهارده الشوط الاولاني دقيقتين، الشوط الثاني 5 دقايق. لو اي حد رجع للماتش هيشوف ان احنا كان في وقت ضايع اكتر من كده كتير جدا. الكلام ده ممكن اصلا منعه لتحسين جوده الكوره في مصر. دي نصيحه ليا للناس، مش بتكلم على الماتش النهارده، انا بتكلم عامه لان الموضوع قاعد يزيد ماتش بعد الثاني. كارت اصفر في كارت اصفر، لو واحد خد طرد بسبب التمثيليات المش كويسه اللي بتتعمل في الماتشات دي، اعتقد الناس هتبقى احسن والدنيا هتبقى احسن، وده لصالح الكره المصريه انها تبقى رتمها اسرع من كده ويبقى يعني لعب كوره بجد. Zum Spiel noch, wir haben zweite Halbzeit haben wir mehr Druck entwickelt, das hat sicher erste Halbzeit gefehlt, dass wir da das provoziert hätten. زي ما انا قلت احنا بدانا الشوط الاولاني وحش، الشوط الاولاني بعترف بده، الشوط الثاني بقينا افضل شويه، بدانا نمارس انواع من الضغط ونضغط قدام، نلعب قدام شويه، وبقينا نعمل بعض اللي انا بطلب منه.
Aber wir haben schlussendlich auch zu wenig Möglichkeiten herausgespielt. Und in so einem Spiel, wenn der Gegner so verteidigt, dann musst du eine Torschance ausnutzen. Und das ist uns nicht gelungen. Darum ist das Unentschieden dann gekommen. لكن في المجمل ما خلقناش فرص كتير وفي ماتش زي ده هي بتجيلك واحده او اتنين في وسط الزحمه دي كلها لازم تخلصها فاحنا الفرص الشحيحه اللي جات لنا ما عرفناش نخلصها وما خلقناش فرص كتير وبالتالي اتعدلنا في الاخر. اهداء لكابتن هشام حنفي كابتن سامي الشيشيني ومقدم الاستوديو احمد خيري. يعني هل انتوا سمعتوا الكلام ده ولا انتوا طلعتوا عقبتوا على ايه؟ يعني الجدل حتى اللي دار ما بين كابتن هشام حنفي وكابتن سامي الشيشيني لما حب ينتصر شوية يعني الفكرة قال هو حقه يتكلم في الوقت بدل ضايع وان اللعيبة ما تضيعش وقت بدل ضايع بس مش من حقه يتكلم في الفريق اللي قدامه يلعب ازاي. الراجل ما اتكلمش خالص ان حق سموه هيلعب بشكل ايه ولا ما يلعبش بشكل ايه. الراجل بيقول 50 سنة ما شافش في مسيرته يعني المهنية لا 23 سنة و17 سنة 40 سنة 40 سنة كابتن ولا بلاش 40 سنة في مسيرته المهنية ما شافش ده. طيب انت بتتكلم 40 سنة ما شافش ايه؟ راجل اتكلم على فكرة إضاعة الوقت ووقوع اللاعبين وان في كأس العالم كان في الوقت المحتسب الفعلي بدل الضايع وكل ده من أشكال الحديث عن إضاعة الوقت. لم يتعرض لتكتكس المدرب المنافس، ما قالش ما شفتش لعيبه كلها بتلعب تحت الكوره، ما شفتش لعيبه بتلعب زون ديفندنج مثلا، ما شفتش لعيبه ما بتضغطش وكل الفكره ان هم مستنيين الكوره تجي لهم، شفتش لعيبه بتشتت. الراجل ما اتكلمش في طريقه لعب يا جماعه، الراجل ما اتكلمش في تكتكس المنافس، الراجل اتكلم بقواعد اللي انا وانت واي حد هو بيتفرج على الكوره منتظر ان ده اساس الفير بلاي. ان مدة زمن المباراة 90 دقيقة وقت بدل ضايع عشان خاطر الوقت اللي هيتم اداره في 90 دقيقة تاخده. هو لا قال الشوط الاول اتحسب وقت بدل ضايع قد ايه والشوط الثاني اتحسب وقت بدل ضايع قد ايه وده لا يمثل حقيقة الوقت بدل ضايع في المباراة وان ده بيخل بالعدالة في المباراة وبيخل بفكرة تكافؤ الفرص وبيخل اصلا بفكرة تطوير الكرة المصرية. وشفنا كتير جدا ناس بتتكلم عن تطوير الكرة المصرية ومش ناس مدرب نادي الزمالك فيريرا لان هو ده اللي انا بشوف ان معاه حصانة بيتكلم عن لو الكرة المصرية عايزين تطوروها مفترض تعملوا ايه، بيهاجم الاتحاد المصري لكرة القدم وبيقول له لو انت عايز تطور تعمل ايه، بيتكلم في امور تتعلق بلوائح في مشاركة النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا سببه ايه واللعب من الدور التمهيدي او لا، وبيتكلم في كل ده. ما شفتش حد فيكم طلع وجه له رسائل زي دي ولا يقول له ما تتكلمش على المنافس لا الكلام عادي الكلام شغال. ليه؟ اصل اسمه فيريرا، اصل مدرب نادي الزمالك، اصله مش النادي الاهلي، اصله مش حد من النادي الاهلي عشان تغيب المهنيه والاستوديو بالكامل يعاقب الراجل ويتحدث عن تصريحات ما قالهاش ويبدا يحاكمه فيها. لا ده مهنيه ولا ده ليه علاقه بان انت تكون منصف وانت بتتكلم ولا ده ليه علاقه بان انت تكون عندك معيار واحد. يا جماعه طول الوقت عندكم معيارين وطول الوقت بنقول جمهور النادي الاهلي ليه شايف ان الناس ما بتتناولش الامور بشكل عادل عشان ده، عشان طول الوقت انت يا اما تتكلم في حاجه ما حصلتش يا اما لو حاجه حصلت حتى يكون في مثيلتها عند نادي اخر وتتغاضى عنها تماما. والموضوع دورنا هنا ان نقول كفايه، ده مش صح، ده مش مهنيا مظبوط ولا مفترض ان احنا نشوفه ومفترض الناس تحاسب نفسها. ويا كابتن هشام اعتقد ان انت لو بتنتقد في امر فني فيه وجهات نظر عمرنا ما هنيجي هنا نقول لك ما تتكلمش، بالعكس عشان بس فكره كل ما ننتقد الناس تطلع تقول لك ايه اصل انتوا مش عايزين، عايزين الناس كلها تقول حاجه واحده. لا عايزك تقول الحقيقه بس لا اكتر ولا اقل، واللي انت قلته ده لا حقيقه ولا منطق ولا اصلا حصل عشان تلوم المدير الفني عليه. احنا حتى مش عايزين نقول الحقيقه، احنا عايزين نقول وجهه نظره تكون فنيه، لكن اللي حاصل ده مش وجهه نظر فنيه، دي معلومه مغلوطه وصل له في الاستوديو ان كولر لو مش سامعين قال حاجه غير الحاجه اللي هو قالها، وبالتالي هنا بنقف عند النقاط اللي زي دي. لكن اي راي فني في لاعب بدون تطاول او تجاوز او اساءه، اي راي فني في منظومه النادي الاهلي، في فريق النادي الاهلي، في المدير الفني الاهلي بدون تطاول او تجاوز او اساءه، ما عندناش مشكله في نادي اراء فنيه، هو اللي يتحاسب على هذه الاراء الفنيه. لكن لما يكون في محاوله يعني الصاق تهمه بالمدير الفني وبعدين نجيب المدير الفني المنافس في احد البرامج الاخرى ونقول له يا كابتن طارق انت ايه رايك في اللي قاله مستر كولر، فالكابتن طارق يقول هو قال ايه،
قال ان هو مش مقتنع بالطريقه الدفاعيه اللي انت لعبت بيها، فيضطر الكابتن طارق العشري يدافع عن طريقته، وبالتالي يتناول مدير فني النادي الاهلي ويقول ما اتعلمناش كده في النادي الاهلي، وانا تلميذ جوزيه في النادي الاهلي، المفترض ما تعرفش الفريق المنافس، ويضرب امثله بالناس او الفرق والمنتخبات اللي كانت موجوده في كاس العالم. عملت ازمه للنادي الاهلي بدون لازمه. انا مقتنع جدا ان ممكن الكلام اتفهم في البدايه بشكل خاطئ، ربما احنا حتى مع فريق العمل قعدنا نسمع مره واثنين وثلاثه عشان يكون القصه واضحه بالنسبه لنا. والحقيقه يعني رضا غانم المعد معانا في البرنامج كان من اول دقيقه وهو مصر ان مارسيل كولر لم يتعرض لمباراه، لا اصل هو رضا اللي بادئ من البدايه، لم يتعرض على الاطلاق للمدير الفني لنادي سموحه طارق العشري، وكان بيستغرب جدا عن كميه الانتقادات اللي بتوجه لمارسيل كولر في النقطه دي. لكن حتى النقطه اللي اتكلم فيها الكابتن سامي الشيني وبيتحدث عن ليه بتتكلم ما من حقه يضيع وقت، النقطه دي يا كابتن سامي احنا ممكن نقولها على بعض مع بعض كده واحنا قاعدين بنهزر بالاهواء، ولكن في كرة القدم في متخصصين اتكلموا في النقطة دي، اعتقد مش كولر فقط اللي اتكلم فيها. تعالوا نسمع الخبير التحكيمي الكابتن سمير عثمان وهو بيتكلم عن نقطة الوقت بدل الضايع، لان بالمناسبة مباراة الاهلي وسموحة الوقت الفعلي ليها تبعا لبعض المواقع المهتمة بالاحصائيات كان 38 دقيقة فقط، فتصريحات كولر في اضاعة الوقت تصريحات مناسبة فعلا للدقائق الفعلية اللي اتلعبت في المباراة. لكن نطلع نسمع كابتن سمير عثمان عشان عندنا تعقيب مهم بعد الفيديو. عايز اتكلم في نقطة، انا عايز الوقت يا برد، الوقت الضايع، الوقت بدل شفنا كاس العالم رتم اسرع من الدوري المصري مليار مرة. بص يا كابتن عماد، واقل وقت ضايع في اقل مباراة كان 7 دقايق و8 دقايق، النهاردة تغييرات ولاعيبة واقعة كتير واصابات، وفي الاخر بيدوا 5 دقايق. نقولها سريعا، نقولها سريعا، لازم تعليمات من لجنة الحكام الرئيسية بالخمس حاجات اللي انا هقولها: الاستبدال، احراز الاهداف، الاعتراضات لو في نقل اللاعبين، اما الكره تطلع بره الملعب تطلع بشكل صارخ لازم نقف، لان في كل المباريات لو هنشتغل لازم نرجع زي كاس العالم، اقل مباراه بما يرضي الله لازم تبقى من 7 ل9 دقايق اللي فيه استبدال، الوقت ضايع محتسب كتير. بس في النهايه المباراه كانت صعبه وطاقم الحكام نجح، خاصه بس ايه عاوزين نهتم بنقطه الوقت المحتسب بدل الضايع. يعني الكابتن سمير عثمان في تعقيبه على المباراه هو بنفسه توقف عند قصه الوقت بدل الضايع اللي منحه حكم المباراه هو 5 دقايق، قال ده في تغييرات وفي اصابات وفي لعيبه بتقع كتير، يعني نفس الكلام اللي قاله مارسيل كولر قاله الخبير التحكيمي الكابتن سمير عثمان، وقال شوفوا كاس العالم واللي كان بيحصل في كاس العالم والمباراه دي بحق الله الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني بكلام الكابتن سمير عثمان يصل ل9 دقايق و10 دقايق، فلما ناخد 5 دقايق، وهنا مش مبرر بالمناسبه، انا اديني حقي وسيبني العب اللعب السلبي اللي كنت بلعبه في ماتش سموحه، ولو قعدت نص ساعه ما اجيبش اهداف، لكن ما تحاسبنيش ان انا بطالب بحقي ايا كان الموقف. ده كلام الخبير التحكيمي الكابتن سمير عثمان وكلامه عن كاس العالم. وللامانه كان معايا الحاج عامر حسين في مداخله هاتفيه يعني في الراديو، واتكلم بوضوح وقال ان كلمنا كلاتنبرج، وقال كلاتنبرج ان احنا هنكمل الدوري زي ما بداناه، وهنا كانت رساله الكابتن سمير عثمان واضحه لرئيس لجنه الحكام، اعمل زي الاتحاد السعودي بعد اذن حضرتك عشان يكون في تكافؤ فرص ويكون في عداله ويكون في مباراه فعليه بتتلعب مش مباراه في اضاعه الوقت، ويا بخت اللي يكون عنده حارس زي الهاني سليمان. بحق الله بحق الله بحق الله كابتن جمال غندور عنده كلام زي الفل هو كمان. طبعا يا جماعه يعني احنا ليه لما اتكلمنا حتى في الاول بنقول ان في مفاهيم كلنا هنا كاعلام وككل مهتمين باللعبه وكجمهور، انت هدفك في النهايه تحقيق العداله، مش متخيل ان راي يقول طب انت زعلان ليه ما يضيع وقت؟ اصل يضيع وقت ده مش فني، يعني يضيع وقت فكره ان هو يلعب بطريقه لعب ما ده شيء فني وده شيء براجماتي في كره القدم اصلا، انما يضيع وقت تحايل على القانون. لا طبعا تحايل تحايل والرغبه يا اسامه فكره فيها ايه ما يضيع وقت؟ يا سيدي انت بتتعارض اساسا مع فكره ما يضيع وقت، مفترض في كره القدم تعويد ده بايه؟ بالوقت المحتسب بدل الضايع. طب لو ده ما بيتحققش، هو بقى اللي انتوا بتسمعوه معانا من كابتن سمير عثمان او كابتن جمال الغندور عشان نفهم بس ببساطه ان مفيش حاجه يا جماعه مفترض يكون اي مختص باللعبه منطقه او معياره طب ما يضيع وقت. نسمع كابتن جمال الغندور ونرجع نعقد. الوقت بدل الضائع ده يعني الاتحاد الدولي هيطبقه ولا ده اختياري ولا ده ايه؟ طيب برضه عشان نتكلم في الموضوع ده، مفيش تعديل، عشان في بعض الناس برضه ذكرت قالت انه تعديل الوقت بدل الضائع، لا مفيش تعديل، محدش عدل في القانون، لكن الفكره طريقه الاحتساب، طريقه الاحتساب بقت اقرب الى الواقع، بقت اقرب الى الواقع، وهقولها لك ازاي. احنا زمان كنا بنعمل ايه يا سيف؟ ولغايه قريب لغايه كاس العالم دي كنا بنقدر الوقت بدل الضائع، نقدره دلوقتي بيوقفوا له الساعه
دلوقتي بقى في واحد مختص، اللي مختص دوت حسبت ضرب الجزاء يروح دايس دايس يحسب وقت لغايه لما تستأنف، استؤنفت وجت هدف، تفضل سايب الوقت يعد. ليه؟ لغايه لما الفرقه تسنتر. دي نمره واحد. تبديل، كنا احنا بنقدر التبديله ب 30 ثانيه الواحده، دلوقتي بقى عندك 7 تبديلات ممكن يحصلوا في المباراه. بس ايه؟ في كم فتره؟ 3 فترات؟ لا، 4. بقت 4 لو ايه؟ لو وصلنا للوقت في وقت اضافي. تمام؟ لكن عدد التبديلات زاد، فما عادش في تقدير. برضو من اول ما اللعب يقف عشان التبديل، ترك يشغل الساعه لغايه لما يحصل التبديل، ترك. طيب هدف من اول ما الكره تخش جون، ترك احسب الوقت لغايه لما نسنتر. ليه؟ بما فيها الوقت اللي بيستهلك في مراجعه الفار و و و و وحاجات زي كده. على هذا الكلام، هناك حكم اضافي خامس، اللي هو بيسموه خامس، كان خامس، كان موجود في الملعب، شغلته دي بس، ماسك في ايده الساعه وشغلته دي بس. ومش هينفع تكون دقيق الا اذا عملت كده. يعني مثلا حد يقول لي ايه، طب ما احنا نخلي الحكم الرابع يعملها. طيب الحكم الرابع هيروح يعمل التبديل ولا هيوقف الساعه ولا هيروح يوجه الناس ولا هيجري؟ لا، عشان تبقى فير وعشان تطبقها بشكل صحيح، وانا بقولها برضو لينا هنا وليه لا، حط حكم خامس شغلته دي، معاه ستوب واتش حديثه، ترك يشتغل، ترك يقف، ترك يشتغل، ترك يقف، وفي نهايه الشوط يا حكم في 8 دقائق، في 10 دقائق، في 12 دقيقه. لو طبقنا صح يا كابتن، ممكن نوصل لكام دقيقه وقت بدل ضايع؟ نوصل ل 12 و14 و15 دقيقه كمان، ربع ساعه وقت بدل ضايع. انت عارف ان في مباراه اتلعبت من 4 اشواط مثلا، كان في 14 و8 22، وفي الشوط ده 3 ادي 25، والشوط الثاني 2 27 دقيقه، والمباراه 120 فبقت 147 دقيقه. انا عملت احصائيه بمباراه 147 دقيقه اتلعبت. يا نهار ابيض. التوصيف الجميل لكابتن جمال الغندور، يعني وهو بيتكلم في فلسفة الوقت بدل الضايع، ازاي الاول كانت تقديريه للحكم، وازاي بعد كده تم استبدالها بادوات واضحة وصريحة. انت طبعا حكى التجربة في كاس العالم، ازاي انت تقدر تستبدل ده؟ ده يا جماعة ايه فكرته؟ بغض النظر على التقنيات والتبديل كانوا بيدلوا قد ايه وبيحسبوه قد ايه والتغييرات وكل الكلام ده والانذارات وايقاف اللعب لاسباب ما، كل ده يا جماعه وتسجيل الاهداف دي تقنيات، مش ده الغرض. يعني اكيد دي حاجات فنيه مش هي اللي بنتكلم فيها، بقدر ما احنا بنتكلم ان الهدف اصلا العداله، مش الهدف ان كولر بيتكلم في حاجه غريبه. هو بالنسبه لي الغريب ان يبقى في حد شايف ده غريب او شايف ده مش منطقي او يبقى متعارض مع كولر. وانا عايز اقول، انا ما احبش يعني فكره القطع بالشيء او ان انا اجزم بيه، ولكن عايز اقول ان بالنسبه لي أنا عندي قناعة كبيرة جدا إن لو مدرب آخر كان بيقول نفس كلام كولر ده، كانت قال يا سلام على الراجل اللي جاي يقول لنا إزاي الكرة تلعب. يا جماعة من أسباب تأخر الكرة المصرية، ولو أنتوا عايزين تطلعوا بالكرة المصرية اعملوا اللي الراجل ده قاله. يا جماعة الراجل ده جه كشف الكرة المصرية وعرى عيوب عندنا وقال لنا إزاي ما ينفعش اللي إحنا بنعمله. يا جماعة الراجل ده جه لمس مع حاجات مهم نعملها. كل ده كان هيتقال، بس المشكلة والله العظيم المشكلة في حاجتين. إن الأولى إن الراجل ده اسمه كولر، والمشكلة مش في اسم كولر بقدر ما هو الأساس إنه مدرب النادي الأهلي. ولو بدلنا المقاعد وخلينا كولر ده مدرب نادي آخر، كنت هتسمعوا نفس الكلام بيتقال فيه شعر وبيتقال فيه إن الراجل ده جاي من أوروبا عشان يعلمنا اللي ما لم يكن الكرة المصرية ولا ما لم تكن الكرة المصرية تعرفه من قبل. ولازم نستغله ولازم نستفيد ويدي منه كورسات لمدة 10 سنين. أكد معايا على حتة يدي كورسات دي. إن كان الوضع هو في النهاية، يعني إحنا كنا حاسين ده واتكلمنا فيه من قبل بداية الموسم، وقلنا دايماً هيكون المدير الفني للنادي الأهلي هو تحت يعني الأسهم دائما الإعلامية، وده متوقعينه ومش جديد. لكن القصة باختصار شديد إن الكلام اللي بيقوله مارسيل كولر هو بالفعل اللي بيقوله خبراء التحكيم بجد. يعني لما تدي لاعب إنذار عشان تضيع وقته وتديله إنذار تاني لو ضيع وقته وتطرده، ما هو خلاص اللعيب هيتعلم. عشان أوصل لمرحلة إن أنا بلعب كرة قدم حقيقية، خاصة والفيفا يعني مهتم بكل التعديلات دي عشان يبقى فيه كرة قدم حقيقية. لكن الكابتن جهاد جريشة من المدرسة القديمة للتحكيم المصري، مدرسة اللي هو إيه، الوصول بالمباراة لبر الأمان مش تطبيق القانون، اللي هي يعني مرادفة حاليا احتواء المباراة، ده كان يعني مدرسة مختلفة. طلع يتكلم بوضوح
عن ان يا جماعه مش هينفع نطبق اللي بيحصل في كاس العالم ده، وكاننا مش هينفع يا جماعه نشتغل الشغل ده، لان الشغل ده لو اتعمل هيقولوا اصل هو مجامل للاهلي والزمالك. شفتوا وصلنا لايه؟ تعالوا نشوف تصريح للكابتن جهاد جريشه من مدرسه التحكيم القديمه، مدرسه الوصول بالمباراه لبر الامان. يطبق تقنيه الوقت المحتسب بدل من الضائع اللي كانت موجوده في كاس العالم، هل يعني من الممكن انه ده يحصل عندنا في الدوري المصري ولا صعب؟ بص يا ابراهيم، ماتش الارجنتين بالنسبه لنا عبره. ماتش الارجنتين بالنسبه لنا عبره، الجون جه في الدقيقه 11، كان حاسب 10 دقائق. ايوه. والجون جه في الدقيقه 11، كان رد الفعل عامل ازاي؟ بغض النظر بقى عن الاحداث اللي حصلت من الحكم في المباراه. ماشي. الكلام ده عندنا هيبقى صعب جدا. الكلام ده عندنا بقول لك الكلام بامانه، لان انا عايش الاجواء. يعني ايه صعب؟ مدوا الوقت للاهلي يجيب جون، مدوا الوقت للزمالك يجيب جون، مدوا الوقت، يعني الكلام ده هنخش في قصص كبيره. هو انا بكلمك على الدوري بتاعنا. هو احنا بنمد الوقت عشان الاهلي يجيب جون، وبنمد الوقت عشان الزمالك يجيب جون؟ يا كابتن ابراهيم، ده اللي بيتقال عندنا. انا بكلمك ده اللي بيتقال عندنا في مصر. انا بكلمك على ضغوط كتيره ممكن تتحط فيها حكامنا. فانا انا من وجهه نظري الشخصيه، لو انا مسؤول، لو انا مسؤول همشي بنفس السيستم اللي شغالين بيه. ليه يا كابتن؟ ليه؟ لان هجيب مشاكل كتيره الحكامي. يعني انا قبل كده قلت لكم كابتن جهاد جريشه لو في يوم هيمسك رئيس لجنه الحكام او منصب تحكيمي مهم قريبا هيكون بسبب ارائه دي. الراجل ناقص يقول يا جماعه انا ضد العلم، ضد التطور، ضد اي حاجه، لان وانا حكم كنت بعمل توازنات. ما هو ده الاسقاط. اذا كنت انت راجل، وانا مش عايز اعيد الكلام ولكن القصه واضحه، اذا كنت انت بترى ان حاجه بتلتمس العداله وحاجه دقيقه وحاجه العالم بياخذ بيها، انا مش عايز اخذ بيها، اصل الزمالك والاهلي هنا القصه بتمشي كذا، صدقني ده ملوش غير معنى واحد، ان في عقلك الباطن وانت حكم كنت بتعمل كده، كنت بتعمل حساب للتوازنات، كنت بتعمل حساب لامور كتيره جدا على معيار اصل هيحصل ايه من الاهلي ولا الزمالك. وعندنا واقعه بفضل اقولها، في يوم كابتن جهاد الجريشه اتقال عليه نجيب الحكم اللي احد رؤساء الانديه بيحبه، واعتقد الكلام ده يفصل لكم حاجات كتير جدا. نشوفكم بعد الفاصل عشان عندنا كلام مهم جدا كالعاده في الاهلي خط احمر. يعني وصلنا لآخر فقرة في حلقة البرنامج النهاردة، وهي الحلقة الأخيرة في سنة 2022. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا اتكلمنا كتير جدا على مدار الحلقة في دور كل مسؤول، سواء مجلس إدارة أو جهاز فني أو لاعبين أو إعلام أو حتى جماهير، لكن عندنا فقرة ثابتة معانا كنا بنراهن عليها إننا لما هنتكلم فيها هنتكلم عشان يعني نقضي على أكذوبة أن النادي الأهلي بيكسب بالتحكيم. تخيل في وجود تقنية الفيديو وما زال النادي الأهلي يعاني تحكيميا. تخيل في وجود تقنية الفيديو والنادي الأهلي فقط لغير اللي ممكن تلاقي أهداف ليه ملغاة بداعي التسلل برغم صحتها. تخيل في تقنية الفيديو تلاقي النادي الأهلي هو أكتر فريق ممكن ما يتحسبلوش ركلات جزاء في وجود تقنية الفيديو. تخيل في تقنية الفيديو يذهب خبراء التحكيم لصورة مش واضحة، وكأن فقط لغير كاميرات التي تنقل مباريات النادي الأهلي هي اللي بتكون مش واضحة، أو إن حكم الفار بيخطئ. حتى كلاتنبرج نفسه غلط حكامه بالصوت والصورة في مباراة الموسم ده، كان أهمها مباراة النادي الأهلي وغزل المحلة، واستعرضنا ده رغم فوزنا. فمحدش ياخد استعراضنا للحلقة النهاردة أو للأخطاء التحكيمية اللي حصلت في مباراة الأهلي وسيراميكا إنها شماعة بنعلق عليها، ولكن هو رصد وتوثيق لفقرتنا اللي احنا دايما شغالين عليها معاكم، وهي فقرة فار روم. وهنروح لخبير تحكيمي الكابتن أحمد الشناوي عن أبرز الحالات التحكيمية اللي هتلاقي دايما النادي الأهلي محروم من حقه فيها، وهي ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لعلي معلول كانت ممكن تحسم نتيجة المباراة بالفوز. نشوف رأي الكابتن أحمد الشناوي ونرجع نعقب. هناك فرق بإني أنا بلتحم معاك عشان أخذ الكرة وأنت بتجري، يعني بجري معاك في نفس الخط، لكن في فرق بإني أنا بعوق تقدمك، بمنع تقدمك، إعاقة التقدم وأنا أمشي بالكرة وأنت ما تجيش جنبي، يبقى خلاص أنا الفاول موجود. هل لاعب سيراميكا رجله في الوضع ده بيجري ولا بيعوق؟ بيعوق خلاص. وايده نفس الكلام. اذا النهارده بالشكل ده واضح ان الاعاقه موجوده للاعب النادي الاهلي، وكان لابد على حكم
الفار انه يجيب ابراهيم ويوريها له وابراهيم ياخد القرار ما ياخدش القرار، دي حاجه زي ما جابه في اللعبه بتاعه كريم، وحكم الفار ما بيحتسبش. انما لعبه زي دي بعتقد الاعاقه واضحه جدا، وادي بص الايد، ادي الايد وبعدين الرجل، الرجل بقى عشان ايه يمنع تقدمه تماما، يعني ممكن الايد وكان ما عملش الرجل كان يقدر يروح خلاص. الكره كمان هنا ده زادت داخل الملعب ما كانتش خرجت، فطبعا هنا الكره اللعيب واخد الكره وماشي، يعني علي معلول كان واخد الكره ومستحوذ وماشي، بص من هنا، بص اللعيب بيحط رجله عشان يعوق تقدمه، فبالتالي هنا المخالفه موجوده. اللقطه اللي جايه دي بتبين مدى الاعاقه لتقدم اللاعب. بصوا رايح اهو ما بيجريش، عارف لو كان بيجري معاه في نفس الاتجاه وحصل السقوط ده لعلي معلول يستمر اللعب. يمكن رد فعل عالي يا كابتن شناوي هو اللي ضخم الامور بالنسبه. انا عايز اقول ان ابراهيم يعني ممكن التفاصيل دي ما شافهاش مع وقت المباراه والحاجات دي كلها، فطبعا هنا كنت اتمنى زي ما قلت حكم الفار يجيبه. يعني كابتن ابراهيم نور الدين على حد تعبير الكابتن احمد الشناوي ما شافش التفاصيل دي، لكن الحقيقه في معلومه مؤكده لا تقبل الجدال، وان الكابتن ابراهيم نور الدين الموسم الماضي اكتر حكم ساحه احتسب ركلات جزاء دون الاعتماد على تقنيه الفيديو، ويمكن سبق واشدنا بيه الموسم الماضي وقلنا ان ابراهيم نور الدين مركز في احتساب ركلات الجزاء قبل ما تقنيه الفيديو يعني تستدعي ابراهيم نور الدين. يمكن لما قلنا ان تقنيه الفيديو استدعت ابراهيم نور الدين في مباراه الزمالك وسيراميكا راح شاف ركله الجزاء وما حسبهاش، بس قلنا هو بيصفر دايما على ركلات الجزاء في توقيت مناسب. اللقطه دي اشمعنى دي ما شافهاش؟ لان النادي الاهلي هو اللي في المباراه. ابراهيم نور الدين كان له دور كبير جدا مع تقنيه الفيديو ومع حامل رايه في عدم احتساب هدف في مباراه طلائع الجيش الموسم الماضي، كان من ضمن المباريات اللي اثرت على مسيره النادي الاهلي في الدوري. القصه الثانيه وهنا خلينا نقول الايجابي والسلبي للحقيقه، يعني كابتن ابراهيم نور الدين ايضا ما شافش ركله جزاء كريم فؤاد، ودي نقطه غريبه جدا ان يكون في ركلتين جزاء ما يشوفهمش، يشوف واحده منهم خالد جمال الغندور ابن الكابتن جمال الغندور، وجاب زاويه واضحه لا تستدعي يعني لا تقبل الجدل انها ركله جزاء واضحه وصريحه، وتم تخفيض العقوبه من طرد الانذار لان في ركله جزاء. شابوه جدا، لكن دي ليه؟ الان من دي ليه؟ عشان توقيت المباراه، عشان هي حاسمه في المباراه. اكيد عندنا تشجيع لحكام جدد، ولكن في مشكله ان الحكام الجدد لما بيتواجدوا في تقنيه الفيديو ما خدوش حساسيه الملعب بنشوف الاخطاء التحكيميه دي. المشكله دي بقى بتحصل في مباريات النادي الاهلي قدرا اكيد مش قدرا، دي كانت ركله جزاء واضحه. يمكن كان كمان الكابتن جهاد جريشه متفق في الراي مع الكابتن احمد الشناوي بعدم احتساب فارس ركله جزاء واضحه لعلي معلول في الدقائق الاخيره من المباراه. كان كابتن جهاد جريشه متفق، ويمكن هنا يعني ده دايما كابتن جهاد جريشه هنا متجاب ليه رايه، لان هو دايما تحس انه موجود عشان يعمل موازنه، الناس كلها بتقول رأي ده فانا جاي اقول راي مخالف عشان اثبت ان النادي الاهلي ملوش احقيه في ده، حاسس ان هو طول الوقت واخد الخط ده، فهنا حتى في دي كان ليه راي. صعب حتى جهاد جريشه نفسه يقدر ينكره. نطلع نشوف الفيديو. اللعبة الثالثة برضو مهمة وهي لعبة المباراة، ركلة جزاء لعلي معلول لم تحتسب، اللعبة الحكم الفار ما تدخلش فيها، اللعبة لأنه اهتم في المراجعة بالاحتكاك اللي حصل فوق كتف الكتف والمكتفة كانت عادلة جدا، لكن ما اهتمش بالرجل اللي تحت رجل الشمال للمدافع اللي عملت خطوة، الخطوة دي عملت إعاقة لعلي معلول. ركلة الجزاء ديت في أي مكان في العالم ركلة جزاء، تم احتسابها لرونالدو في كاس العالم 2018، انا كنت موجود في كاس العالم، نفس الحركه الرجل، حركه الرجل المدافع دي، انت عملت الخطوه دي عشان تعمل اعاقه. لو رجلك على الارض ما اتحركتش الحركه دي ما كانش في اعاقه حصلت، حركه واضحه للمدافع، حركه الرجل اللي راحت لرجل اللاعب النادي الاهلي دي هي اللي عملت الاعاقه لعلي معلول، وبالتالي ركله جزاء سهله للفار. لكن اقول لك برضه بمنتهى الامانه عشان ابقى واضح وصريح، في الملعب صعب جدا حكم الماتش يشوفها، لكن في الفار تشوفها. لكن انا بقول لك من قله خبرات الحكم الفار اللي موجود لانه ما صفرش في الدوري الممتاز، من قله خبراته ركز على الاحتكاك اللي حصل فوق، ما بصش للرجل تحت. التفاصيل دي، التفاصيل الصغيره دي عايزه حكم خبرات. عايزك كده تدور على عنوان للمهزله اللي انت سمعتها دي، حاجه بتتحسب في كل حته في العالم، ده جهاد جريشه اللي بيقول، الا فين بقى؟ الا في دوري فيه النادي الاهلي، الا في دوري هتربط كلمه ان حكم الفار ما عندوش خبره
حكم الفار اللي النادي الاهلي بيتعرض لكم الكوارث ده على مدار 3 سنين من الفار في التحكيم المصري ما عندوش خبره. عشان كده لما بنيجي نقول النادي الاهلي في افريقيا وفي كاس العالم للانديه في وجود فار بيحقق بطولات، بنقول لكم يا جماعه في حاجه اسمها ثابت وحاجه اسمها متغير. الثابت في الاثنين ان في فار، بس المتغير مين على الفار؟ المتغير اللي على الفار عايز يعمل ايه؟ جاي يعمل شغله ولا جاي يتفرج على لعبة زي دي بنجيب رأي الحكام شايفين ان هي لعبة سهلة؟ ان كانت صعبة على حكم الساحة، واللي اكيد مع النادي الاهلي عمر قلبه ما هيكون عنده الشجاعة بسهولة كده ان هو يحسبها ركلة جزاء، واتكلمنا 100 مرة في ده، الحكم مع النادي الاهلي هيتردد 100 مرة انه يحسب القرار الصح الى ان الفار مثلا يثبت له العكس. لا ده هيقف يتفرج عشان يشيل الشيلة للفار، والفار هيرحب، الفار هيسقف، الفار ما هيصدق، ما هيصدق يتفرج على لعبه زي دي. وعشان كده بنقول احنا لا بنقول شماعات، واتكلمنا بشكل واضح في البدايه واتكلمنا بشكل قوي في البدايه عشان نقول ان كل عنصر لازم يعمل اللي عليه، كل عنصر في منظومه النادي الاهلي لازم يعمل دوره، ولكن هنا احنا بنوثق لكم لان ايا كان في النهايه ده حق النادي الاهلي. في النهايه مهما كان عندك تقصير برضه هيظل ده حق النادي الاهلي اللي بيظلم فيه لاسباب غير منطقيه بالمره، وكل عوامل الفشل بتتضافر وتجتمع في مباريات النادي الاهلي تحكيميا. وبما انك اتكلمت عن كل عوامل الفشل فايضا الصوره بتكون دايما مش واضحه في مباريات النادي الاهلي، يمكن محتاجين اننا نضحك عشان الصوره تطلع حلوه. خلينا نشوف الفيديو ده عشان نفهم احنا قاصدين ايه من الخبير التحكيمي احمد الشناوي في تعقيب على كره فيها احتماليه ضرب الجزاء للنادي الاهلي في نفس المباراه. طبعا دي مش ركله الجزاء، مع احترامي التصوير ادي التصوير، هل جايه من دماغه على ايده ولا على ايده مباشره؟ طبعا التصوير طبعا. احنا محتاجين يعني وضوح اكتر من كده. ما اقدرش يعني حتى حكم الفار ما يقدرش يقول له تعالى، فين الوضوح اللي يقدر يقدمه للحكم؟ يعني دي اللقطه اللي بتكون الصوره مش واضحه. في مباراه اخرى كانت مباراه المصري ضد اسوان، الكابتن سمير عثمان قال ايضا الصوره مش واضحه بس حكم المباراه سهل القصه. هنا طبعا حكم المباراه ما سهلش القصه. احنا عمالين نعاني من اول ما عملنا الفقره دي السنه دي في جمله واحده هتلاقوا الكل بيقولها، الصوره مش واضحه، الفار بنشوف الحالات في اتجاه واحد بس. كل ده يا جماعه اللي قاله محللين تحكيم، مش احنا الاثنين هنا في الاستوديو او احنا هنا في قناه النادي الاهلي. ان الفار عنده مشكله في مباريات النادي الاهلي، ان خطوط التسلل جت على النادي الاهلي في لعبات كتيره جدا. كل ده انا نفسي يا جماعه افتكر للمنافس لعبه من ايام دوري اسوان اللي قعدنا نفكر فيها الدوري، اللعبه بتاعت اسوان اللي قلبوا الدنيا عشانها، وازاي الدوري وازاي بيحصل كده في وجود تقنيه الفار. هاتوا لنا لعبه فجه زي ما بيحصل مع النادي الاهلي. انا نفسي يا اخي ابقى انا وانت، نفسي يبقى انا عندي حالات وانت عندك حالات، لا كله في اتجاه واحد زي ما قالها كابتن احمد الشناوي السنه اللي فاتت، بس يا ريت حد كان فهم. طبعا في النهايه كده بس رساله سريعه للاعبي النادي الاهلي، يمكن مش محتاج تروح لهيلينو هيريرا ولا اريجو ساكي عشان تدي امثله، احنا عندنا واحد اسمه مانويل جوزيه كان دايما بيقول جمله مهمه جدا، كره القدم تلعب من اجل البسطاء. الانسان البسيط عنده ظروف معاناه بتكون ماديه حياتيه ضغوط، النادي الاهلي بيرفع عنه كتير لان النادي الاهلي فعلا نادي البسطاء، البعض عنده حاجات تعوضه بس الناس البسطاء ما عندهمش غير حب النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي. وعشان كده وعشان كره القدم بتلعب من اجل البسطاء، لازم انت كلاعب في النادي الاهلي تكون عايز تسعد الناس دي ومن قلبك. استنى بس عشان قبل ما تطلع لازم نشكر فريق العمل معانا على السنه الماضيه، شادي صبري، رضا غانم، احمد غمري، بنشكر بروديوسر البرنامج احمد سمير، وبنشكر مخرجنا النهارده احمد مجدي. كل سنه وانت طيب، كل سنه واللي عاملين خلف الكاميرات كلهم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده. ومش هننسى برضو المخرجين اللي اشتغلوا معانا على مدار السنه، محمد عماره وطبعا احمد برجاوي. كل سنه وانتم بخير، وكل سنه وجماهير النادي الاهلي وجماهير كره القدم المصريه والوطن العربي كله بخير. شكر كل الشكر لاداره النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، اداره القناه، وكل حد ساهم في ان خط احمر على مدار سنه يكون صوت الجمهور، يكون خط احمر دايما دايما حائط صد للنادي الاهلي. وطول ما احنا على الشاشه دي ده عهدنا بيكم وعهدكم بينا ان النادي الاهلي خط احمر، ونشوفكم والنادي الاهلي بيلعب من اجل البساطات.